باشمهندسين، السلام عليكم. معلش على التأخير، أنا آسف. إحنا بس هنكمل كلامنا على الريسيفر اركتشرز. المفروض المرة اللي فاتت ابتدينا فيها وكنا قلنا إن عندنا أربع أنواع، صح؟ الهيترودين اللي هو أو السوبر هيترودين. الفرق ما بين الهيترودين والسوبر هيترودين؟ بينزل كم مرة؟ السوبر هيترودين دايما بينزل اتنين أو أكتر يعني. الهيترودين ده بينزل على مره واحده، يعني بيبقى فيه في الاخر عندنا هنا انتنه وال ان ايه وميكسر، بضرب في ال او هنا، بنزل على اي اف، ده اسمه هيترودين ريسيفر. اوكي، لو بنزل على كذا مره، يعني في ميكسر بعديه بنزل على اف 1 واي اف 2 او اي اف 1 وبعد كده بيس باند، البيس باند اللي هو الزيرو ده بنسميه سوبر هيترودين. اوكي طيب، وكان في حاجات تانية، بس انواع تانية لو احنا لسه ما اتكلمناش عنها هنتكلم عليها النهارده. كان حاجة اسمها دايركت ايه كونفرجن، قلنا عليها المرة اللي فاتت، واللو اي اف والايمج ريجكشن. كل دول اركتشرز مختلفة، يعني ممكن نكومباين حاجات ما بينهم مع بعض، بس ايه، بس كل واحد ليه الادفانتج بتاعته والديس ادفانتج طبعا. طيب احنا هنا احنا متفقين ان احنا السيجنال هنا فيها الشانل بتاعت اللي انا عايزها، صح؟ وجنبها حاجات كتير انا مش عايزها، ودايما الستاندرد بتاعي في شانلز كتير. يعني انا مثلا لو شغال واي فاي في الشانل بتاعتي وفي 100 شانل تانية في نفس الستاندرد، في نفس البند الصغيره بتاعت الواي فاي، فبيحصل ان انا دي عندي بس انا عندي حاجات تانية انا مش عايزها برضه. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنفلتر ازاي في الشين زي كده؟ كنا بالظبط اول حاجه بنحط هنا باند سيلكشن، بنحط هنا باند سيلكشن، بعمل بيه ايه؟ بريجكت بيه الحاجات الاوت اوف باند. دول بنقول عليهم اوت اوف باند، يعني مش في الواي فاي بتاعي مثلا، اوكي، او بلوتوث. وبعد كده باجي انزل هنا وباجي احط بقى كده هنا حاجه اسمها تشانل ايه؟ تشانل سيلكشن، صح؟ باجي احط تشانل سيلكشن. طيب في مشكله في الريسيفر ده لما بنزل عند اي اف، ايه هي؟ الايمج، صح؟ الايمج هي الايمج الاول عشان نتكلم عليها كتير النهارده. انا عندي سيجنال هيت دي الاوميجا سيجنال بتاعتي، حلو، وده ال او لوكيشن بتاعي اللي انا هضرب فيه. فبتبقى الفرق ده عباره عن ايه؟ ده ايه 2 باي اف اللي هو اوميجا اي اف، لو هسميه اوميجا اي اف، صح، اللي هنزل عندها. فالمشكله كلها ان انا لو عندي سيجنال ثانيه هنا عند اوميجا اي، مشكلتها واللي على نفس البعد الاوميجا اي اف ده تنزل على ايه؟ لما اجي داون كونفرت هتنزل فين؟ على السيجنال بتاعتي، صح كده؟ هتنزل على السيجنال بتاعتي. فاحنا قلنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا عايزين نعمل ايه في السيجنال دي؟ نعملها ريجكشن، نشيلها، صح؟ فاول حاجه اتكلمنا فيها ان احنا بنحط فلتر كده، بنحط فلتر كده بيديني ده في الباس باند، يعني ده بيعدي السيجنال وده بيعمل فيها ايه؟ بيرجكتها خالص، يضيعها. اوكي؟ طيب الفلتر ده ار اف فلتر ولا اي اف فلتر؟ ار اف فلتر. احنا بنعمل الكلام ده في الار اف، بنعمله قبل الميكسر. بنعمله قبل الميكسر، فلازم الايمج ريجكشن فلتر يتحط فين؟ يتحط قبل الميكسر على طول، بنحط هنا على طول كده هنا. نقول ده ايمج ريجكشن فلتر. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الفلاتر. دايما هنستخدمهم الايه؟ البند سيلكشن، التشانل سيلكشن، والايمج ريجكشن فلتر. اوكي؟ في اي سؤال؟ طيب من حاجه زي كده انا هنا ال او محتاجه اكبرها ولا اصغرها؟ قصدي او الاي اف اكبره ولا اصغره؟ اكبره علشان الفلتر ده اعرف اجيب ريجكشن انا عايزه. عامه تيبيكالي في سيستمز كتير حاليا موجوده، مثلا حاجه زي ال 5 جي الايمج ريجكشن اللي بتبقى مطلوبه 60 دي بي. يعني ايه؟ يعني هو عايز يضمن ان الايمج اصغر من السيجنال بتاعته ب 60 دي بي. فاهمين واخدين بالكم الرقم؟ كفولت سيجنال 1000 مره. كفولت سيجنال. اوكي؟ فتخيل كده انت عايز تنزل بده 60 دي بي. هتعرف تعمل فلتر ينزل لك 60 دي بي؟ لازم عايز اوميجا اي اف كبيره قوي. صح كده؟ فما بنعرفش، فعشان كده بقى في اركتشر ثاني اسمه ايه؟ ايمج ريجكشن ريسيفرز. هنتكلم عليه النهارده. اوكي، في اي سؤال؟ ده الكلام اللي احنا المفروض اتكلمنا فيه المره اللي فاتت.
طيب زي ما قلت لكم، هو مشكله الايمج حلها ان انا بحط ايه، بحط فلتر زي ده، او يعني بحط فلتر ده ومعاه في نفس الوقت بكبر الاوميجا اي اف عشان اعرف اعمل ريجكشن، صح؟ طب ايه في حل سهل جدا اعمله؟ اعمل دايركت كونفرجن، اللي هو ايه؟ طب انا ليه اوجع نفسي بالموضوع ده؟ لا انا احط السيجنال بتاعتي هنا، قصدي ال او بتاعي هنا، فينزل لي السيجنال بس مالوش ايمج، مالهاش ايمج، السيجنال هي ايمج نفسها، السيجنال هي ايمج نفسها. حد يعرف ايه مشكله حاجه زي كده؟ لا مش سيركت، يعني اسيمتريك. لو سيجنال اسيمتريك يعني ايه سيجنال اسيمتريك؟ بالظبط. فاهمين الكلام ده ولا مش عارفينه؟ انا في الاخر السيجنال هنا هي ايمج نفسها، عشان اعمل حاجه زي كده وسكسيد ان انا اعمل حاجه زي كده، ان انا اضرب السيجنال، هي الاول احنا متفقين ان السيجنال بتنزل، ده بينزل هنا وده بينزل ايه؟ هنا بالشكل ده، صح؟ طب انا لو ال او على السيجنال، السيجنال هتنزل زي ما هي وهتنزل ايه؟ فليبد عليها نفسها هي، فلو الفليبنج فيرجن بتاعها هو السيجنال يبقى ما حصلش حاجه، ما حصلش مشكله. فدي بنسميها سيمتريك سيجنال. سيمتريك بالنسبه لمين؟ للسنتر بتاعها، يعني هنا ادي السيجنال، هي بند هنا ليها اف كارير معين، هي سيمتريك حوالين الاف كارير ده، سيمتريك حوالين الاف كارير ده. طيب ايه هي السيجنالز اللي بتبقى سيمتريك حوالين الاف كارير؟ ايه نوع سيجنال اصلا؟ لازم تبقى ريل سيجنال، يعني السيجنال اللي انا بعملها موديوليشن تبقى ريل سيجنال. لو كومبلكس ما تبقاش كده، شكلها كده بيبقى نصها، يعني بيبقى عندي ادي مثلا ده الاف كارير بتاعي اف سي مثلا، بيبقى عندي نص الشمال غير نص اليمين بتاعها، يعني انت متخيل شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هتبقى حاجه عامله كده. الفريكوانسيز الاعلى من الاف كارير مختلفه على الفريكوانسيز الاقل من الاف كارير. طب ايه هي ابسط مثال للكومبلكس سيجنالز بتاعتنا؟ اللي هي فيها فيز موديليشن، اي حاجه فيها غير الامبليت موديليشن ده بنقول عليه ريل سيجنال. اي يعني لما باجي اعمل امبليت موديليشن ده بنسميها ريل سيجنال. اول ما بعمل فيز موديليشن يبقى ايه؟ كومبلكس سيجنال. فعلى طول اول ما بعمل فيز موديليشن يعني اي حاجه كيو بي اس كي او بي اس كي يعني او كوام، يبقى الاثنين دول على طول ايه؟ كومبلكس. ما اقدرش اعمل لها دايركت كونفرجن بالشكل البسيط ده، ممكن اعمل لها دايركت كونفرجن بس مش بالشكل البسيط ده. اوكي ما انا عايز انزلها عند الصفر، انا انزلها هنا عند الدي سي، عايز انزلها تحت، هي عند الار اف، فانا بقول انا انزلها عند اي اف ولا انزلها عند الدي سي؟ لو نزلت عند الدي سي هريح نفسي من مشكله الايمج. اوكي طيب بما ان فتحنا موضوع الايه الكومبلكس ميكسنج ده، الكومبلكس سيجنالز، متفقين الاول ايه هي الكومبلكس سيجنال؟ تاني ما في اللي هو احنا عارفين لما نرسم الكونستليشن اي حاجه على الكونستليشن، لو احنا عندنا اي وكيو وببريزنت السيجنال بالشكل ده، دي بنسميها كومبلكس سيجنال، ببريزنتها في الاي والكيو، في الام فيز والايه والكيو. اوكي الكوادريتشر فيز، لو ببريزنتها بس هنا كده تبقى ايه؟ ريل سيجنال. اوكي طب الاي والكيو دي ابسط مثال ليها ايه؟ هي الايه؟ الكيو بي اس كي، صح كده؟ ده ابسط مثال ليه، ابسط مثال ليه. طب انا لو انا عندي سيجنال زي دي انا بعتها، مش هنتكلم ازاي بعتناها خلاص وقع على كارير، عايزين داون كونفرتد نعملها ازاي؟ اخدتوا الكلام ده في كوميونيكيشن اعتقد، بالظبط. مره ضربها في ساين ومره ضربها في كوزاين، يعني معنى صح ريسيفر اللي هو بالشكل ده هحوله هيبقى عامل ازاي؟ بالظبط، هعمله مره ساين ومره كوزاين، يعني هيبقى شكل الريسيفر بتاعي بعد الفلترز طبعا والال ان ايه، وان كان الفلتر اللي بعديه يعني ده فلتر ماشي، ده باند باس فلتر، هسميهم كلهم باند باس فلتر بس احنا فاهمين كل واحد ايه وظيفته يعني. اوكي هاجي هنا هروح ضارب، بدل ما اضرب في ال او هضرب في ال او و90 درجه بتاعته، يعني ايه ال او ده؟ هو عباره عن ايه اصلا؟ هو كوزين اوميجا ال او، صح؟ مش هضرب في كوزين اوميجا ال او بس، هضرب في كوزين واضرب في ساين، فاهمين الفكره؟ الفرق ما بين كوزين وساين 90 درجه في الشيفت، صح؟ فاجي هروح هنا ضارب، لو افترضنا ده ال او بتاعي، هروح ضارب هنا مثلا في ال او وال او و90 درجه في الشيفت عليه، ده ال او بتاعي. فده مثلا لو ده كوزين
ده يبقى ايه؟ ساين. طيب السيجنال بتاعت طلعت دلوقتي عباره عن ايه؟ تو سيجنالز. طب فين السيجنال؟ مين فيهم السيجنال بتاعتي؟ ايه؟ ماشي، هعمل له باس فلتر الاول، هعمل له باس فلتر طبيعي. بعد ما عملت له باس فلتر فين السيجنال بتاعتي؟ اجمعهم؟ بالظبط، هي كل واحده منهم هي سيجنال، هي كومبلكس سيجنال. يعني ايه كومبلكس سيجنال؟ يعني انا السيجنال بتاعتي عباره عن كومبلكس نمبر. كومبلكس نمبر دايما فيه ايه؟ رقمين صح؟ رقم بلس جي رقم. فالسيجنال بتاعتي الريبريزنتيشن بتاعها بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن تو سيجنالز. يعني سيجنال، يعني دي كده سيجنال واحده، دي كده سيجنال واحده بس اي وكيو، الريل والايه؟ والايماجري. هي دي السيجنال بتاعتي، فاهمين قصدي؟ مش مجموعهم، لا ما بجمعش حاجه. انا بقيت بعرف، بقت السيجنال بتاعتي بقت عباره عن بقت رقمين. يعني هسالك سؤال، انت لما بتبعت حاجه زي كده بتبعت 0 ولا 1 ولا بتبعت ايه؟ يعني بتبعت 0 0 وايه؟ مثلا 0 1 ايا كان بقى صح؟ 1 0 1 1 على حسب صح كده؟ نبعت حاجه زي كده. فاحنا اللي بنبعته في المره الواحده رقم واحد ولا حاجه ولا حاجتين؟ حاجتين، فهم دول الحاجتين. مثلا فاهم قصدي؟ يعني انت ممكن تقول ده طالع لي هنا الام اس بي وهنا طالع لي ال اس بي مثلا، لو ده كان ايه؟ كان كيو بي اس كي. اوكي؟ فالسيجنال هي ريبريزنتد باي ايه؟ اي وكيو. دي سيجنال واحده بس بنسميها كومبلكس سيجنال. فانا عشان ميكسر، الميكسر ده بنسميه كومبلكس ميكسر او سنجل سايد باند ميكسر. ليه تسميتين عادي يعني. اللي هو بدخله ريل من ناحيه اي اف او الار اف بريل، وبطلع الايه؟ وبدخله ال ال او نوعه ايه هنا؟ بدخله ال او ايه؟ كومبلكس ال او صح؟ بندخله الاي كومبلكس والكيو كومبلكس. فاهمين الفكره؟ نفس الكلام. ما الساين والكوزاين، انا ممكن اقول الساين والكوزاين، انت في الاخر لما يبقى عندي ساين او كوزاين بلس جي ساين، دي عباره عن ايه؟ كومبلكس سيجنال. هي عباره عن ايه؟ ممكن اكتبها ازاي؟ شكلها ازاي؟ يعني دي سيتا ودي سيتا، ممكن تبقى ازاي؟ اي او سي جي صح؟ اي سي جي سيتا صح؟ فده الكومبلكس سيجنال. بس انا ما اقدرش ابريزنت فولت بفولت، كومبلكس سيجنال بفولت واحد، يعني عشان فولت ده حاجه ريل، اي حاجه بتتعامل معاها ريل صح؟ بس انا عندي كومبلكس سيجنال فلازم ابريزنتها بايه؟ برقمين الاي وكيو. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ فاحنا عامه لو احنا عندنا السيجنال بتاعتنا مش سيمتريك، اسيمتريك حوالين الكارير بتاعها اللي هي كومبلكس سيجنال اللي هي فيها فيز موديليشن، اوكي، لازم نعمل نحول الايه الميكسر بتاعنا يبقى سنجل سايد باند ميكسر او كومبلكس ميكسر يعني. اوكي، طلع لنا اي كيو. ده فرق حاجه عن ده؟ هو ما فيش فرق. حلو. الفلتر هنا بتاعنا فين اللي هو تشانل سيليكشن فلتر؟ هو ده بقى عندي تو فلترز، هضطر احط اثنين مش هحط واحد. اوكي، في مشكله في الكلام ده؟ خلاص، ما دي سيجنال. انا لو نزلت ده دايركت كونفرجن، نزلت عند الدي سي، السيجنال بتاعتي ببريزنتها بتو وايرز مش وان واير، مش هجمعهم. هي دي السيجنال. ايه؟ احط اي دي سي هنا واي دي سي هنا. ما السيجنال بتاعتي ريبريزنتد باي تو كوانتيتيز، هما دول تو فولتجز. فاهم قصدي؟ مش هجمع حاجه يعني، محدش يقول في الاخر الاي وكيو دول هنجمعهم يعني. اوكي، في مشكله في الكلام ده؟ طيب قبل بس ما انقل على اكمل في الاتجاه ده، في حاجه بس في ده الاتفان ده اسمه هيترودين صح؟ لو هعمل سوبر هيترودين احط هنا ميكسر تاني وادخله ده ال1 وادخله ال2. مشكله السوبر هيترودين ايه بقى؟ سكندري ايمج. يعني مشكلته ايه؟ انا كل ما هعمل داون كونفرجن يبقى لازم يكون ليها ايه؟ ايمج. يعني كل ما اشوف ميكسر مشكلته ان ليها ايمج، فانا لازم وانا بشتغل حاجه زي كده لازم ابقى واخد في حسباني كل حاجه، كل الايمجز البوسيبل ممكن تطلع لي. يعني انا هنا في الاخر بدل ما يبقى عندي 1 فريكونسي في ايمج، يعني هنا الطبيعي ان ايه؟ ان الار اف ليها ايمج واحده صح؟ بقل واحد. لما يكون عندي اثنين اللي هو هيبقى عندي اربعه ايمجز.
او ثلاثه بقى يعني، يعني سيجنال ثلاثه وثلاثه امس، يعني هيبقى تلاقي الموضوع كبير، يعني تلاقي ان انت محتاج ريجكشنز مش في مكان فريكونسي معين، لا في ثلاثه اماكن فريكونسيز مع بعض عشان تضمن مفيش حاجه تنزل على السيجنال في الاخر هنا. اوكي في سؤال في الكلام ده؟ طيب ساعات بقى بيعملوا ايه؟ بييجوا يكومباين الاثنين دول مع بعض، يعني يقول هو الاول ايه ميزه السوبر هيترودين قوي؟ في ميزه كبيره. السلكتيفيتي على ان انا حطيت فلترز اكتر فدي احسن شويه، ماشي اوكي معاك حق. سنسيفتي احسن، مش لازم على حسب الديزاين اللي هعمله، يعني في حاجه احسن، يعني في حاجه سبستنشال في الايه؟ ماشي ممكن تفكر فيها كده، بس انا عايز حاجه سبستنشال اكتر، يعني حاجه ماشي اوكي نفس الكلام، بس في حاجه تانية. اللي قول اللي انا محتاجه هنا ارقامها عامله ازاي بالنسبه لو انا كنت اخد واحد بس، يعني فاهمين؟ يعني مثلا لو تخيلوا ده 30 جيجا حلو، وده ال او واحد بس عندي حلو، انا دايما هحتاج ال او بتاعي كام بالنسبه لل 30 جيجا؟ قريب قوي منها، فرق اي اف بس، اوميجا اي اف، وفي الاغلب مش اوميجا اي اف دي مش هكبرها قوي لو انا ما عنديش سكند داون كونفرجن ستيج، يعني ما عنديش دي عشان ادخل على الاي دي سيز بعديها. الاي دي سي ما اقدرش اخلي الاوميجا اي اف كبيره، انتوا عارفين الموضوع ده، احنا الاوميجا اي اف فيها مشكلتين، انا ما اقدرش اخليها كبيره وما اقدرش اخليها صغيره. مشكلتي الكبيره بتاعتها ايه؟ الاول مشكلة صغيره ايه بتاعتها اوميجا اي اف صغيره؟ مشكلتها الايمج صح؟ طب مشكله الاوميجا اي اف الكبيره؟ مش عارف اخش على الاي دي سي، دي اكتر حاجه مشكله فيها. ايه اللي مش عارف اخش على الاي دي سي؟ ان انا اصلا المفروض لو افترضنا ان انا عندي كده بس، انا المفروض اطلع من هنا على ايه؟ هروح فين؟ هروح على الديجيتال بقى خلاص على طول، ده القرف بتاعي، والديجيتال يكمل هو البيت داون كونفرجن اللي احنا بنحتاجها ويعمل كل حاجه. فالاي دي سيز المتاحه في الماركت هي اخرها مثلا 7 جيجا هرتز او 7 جيجا سم بير سكند، فهل انا ممكن اخلي الاي اف مثلا ب 30 20 جيجا؟ ما اقدرش، لازم الاي اف تبقى في حدود الايه؟ ال 5 6 حاجه صغيره او 4، يعني على حسب الايه الباندوس بتاعي حلو. فبالتالي انا الاي اوميجا اف ما اقدرش اخليها كبيره، فعشان كده دايما ال او ايه علاقته بالار اف؟ قريب منه قوي، يعني الار اف ده لو مثلا ب 100 جيجا ال او هيبقى كام؟ 96 جيجا صح؟ فالمشكله الكبيره ان انا لو عندي سنجل هيترودين، يعني هيترودين واحد بس بال او واحد بس، ال او فريكونسي هيبقى ايه؟ هي كبيره، وممكن الجنريشن بتاعه ما اعرفش اعمله على الشيب اصلا. الشيب بتاعتي ما اقدرش اعمل فيه اوسيليتور اشتغل عند الفريكونسي ده. فوقتها مثل السوبر هيترودين اللي هو بقى مثلا 2 اي افس بيعمل ايه؟ بقدر اخلي استخدم ال او اصغر. بقدر استخدم ال او اصغر. يعني ممكن استخدم هنا ال او على 2 واستخدم هنا ال او على 2 اللي انا كنت هستخدمه قبل كده. صح ولا ايه؟ معايا؟ في سؤال في الكلام ده؟ يبقى ميزه كبيره في السوبر هيترودين ابو بنزل على مرتين هي ال او فريكونسي نفسه، فعشان كده دايما هتلاقوا لو واحد بيبيلد حاجه عند مثلا 60 جيجا هتلاقي من يعني هو دايما هيحب يعملها بال او واحد بس عشان مشكله السكند ايمج، بس في نفس الوقت هيقعد يفكر كتير طب انا ليه ما انزلهاش على ايه؟ على مرتين عشان الجنريشن بتاع ال او بتاعي جوه مش عارف اعمله. اوكي؟ ايه؟ ماشي ما بالظبط كل ده ينفع يشتغل دايركت كونفرجن لو الاي اف الاخيره بصفر. طب ليه بقى في ايه؟ ما ده ايمج ريجكشن. لا ما انا بقول لك ده ممكن استخدمه، ما ده ممكن دول ممكن يبقوا اوميجا اي اف اوميجا اي اف برضه. مش لازم. انا بقول لك كل حاجه تنفع اوميجا اي اف تنفع تبقى صفر. اوكي؟ طيب انا ده ممكن برضه اخليه سوبر هيترودين عن طريق مثلا ان انا في الاغلب ده اللي بيحصل في الحقيقه بيحط هنا ميكسنج ستيج واحده بتنزل مره، يعني هنا ده الار اف هنا بتنزل الاي اف 1 وده اي اف 2 هنا، فاهمين الفكره؟ بس دايما هيحطه دايما مش هيحتاج لك انا ليه اعمل ده كمان كومبلكس ميكسر، ما انا اخلي الاخير بس هو الكومبلكس ميكسر.
اللي قبليه اخليه عادي ميكسر عادي معايا. اوكي فهنا يدخل ال او مثلا ال او 1 وده ال او 2. اوكي وساعات بيبقى اكيد انا مش هجيب 2 اوسيليتورز اجنريت بيهم الايه؟ والتو والاوز دول صح؟ اكيد انا عايز اجنريتهم من حاجه واحده. فدايما بيجي يعملها ازاي؟ يجي يقول لك انا هعملها بالشكل ده. يجي يقول لك انا هحط هنا هيبقى عندي ال او 1 اوسيليتور واحد اهوت ده طالع منه وديفايد باي 2 وادخل كده. يعني انا عندي هنا ال او وهنا ال او على 2. لو ده دايركت كونفرجن يبقى الار اف بكام؟ لو انا هنزل هنا في الاخر على صفر يبقى الار اف كان بكام؟ 3 ال او على 2 صح؟ معايا؟ ايه؟ ليه بيعمل كده؟ ليه؟ عشان انا بنزل المره ال او بال او المره الثانيه بنزل بايه؟ بال او على 2. لو هنزل عند صفر يبقى 3 على 2 ال او، الار اف كانت كده صح؟ طيب في ميزه كبيره في الحته في حاجه زي كده ايه هي؟ ميزه عظيمه. ايه؟ بنقدر نجيب الاي او كيو بتوع ايه؟ بالظبط. هو يعني الراجل عارف الكلام ده. اي ديفايدر باي 2، اي ديفايدر باي 2 في ميزه فيه ايه كبيره؟ ان انا اقدر اخد منه سيجنال والكيو بتاعها. يعني اي ديفايد باي 2 ديفايدر بقسم على 2 بيطلع لي دايما الاي والكيو بتاعها. يعني بيطلع لي الكوزين والساين بتاع السيجنال. اي ديفايدر باي 2 موست لايكلي كلهم بيعملوا كده. اشمعنى ده؟ هو الاركتشرز بيطلع اي وكيو. هو تلاقي دايما في تو في فلوبس بيطلع الاي من ناحيه والكيو من ناحيه. بالظبط. فانا بالتالي مش هحتاج ده. هو اصلا كده كده هطلع من هنا تو سيجنالز، واحده هتطلع لفوق واحده تروح على هنا. صح؟ طيب ايه الميزه بقى الكبيره ان انا عملت كده؟ طب انا ما كنت ليه وجعت نفسي وعملت كونسترينز نفسي اللي له على 2 ما كنت جبت فيس شيفتر 90 درجه. بالظبط. دي حاجه واحده. ايه هي؟ اي فيس شيفتر هعمله طالما بس الفيس شيفتر هيبقى دايما معتمد على الفريكونسي اللي شغاله عنده. فاهمين قصدي؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي عملت فيس شيفتر الفيس شيفتر ده دايما هتلاقيه بيجيب 90 درجه، يجيب 90 درجه عند فريكونسي معين. لو رحت عند فريكونسي ثاني مش هيجيب 90 درجه. احنا هنا نزلنا، لو افترضنا ان انا نزلت عند الصفر، في علاقه ما بين ال او فريكونسي ده والار اف صح؟ العلاقه دي ايه؟ لسه قايلين عليها اللي هي 3 على 2 ال او صح؟ ان انا بنزل مره ال او مره بنزل ال او على 2 صح كده؟ معايا؟ طيب الار اف لو اتغير يبقى انا محتاج اعمل ايه في ال او هنا؟ اغيره. طب لما اغيره لو انا حاطط 90 درجه في الشيفت عادي ما ممكن يبقى 90 درجه دي تبقى ايه؟ مش 90 درجه قوي، ممكن تبقى ايه؟ 85 مثلا، حاجه ثانيه، رقم ثاني صح؟ فدي مشكله، دي مشكله لسه هنتكلم عليها حالا يعني الحته الجايه. فبالتالي لو انا استخدمت ديفايدر مش مست الديفايدر الكبيره ايه؟ ان هو يعني ايا كان اللي هدخله له هيطلع اي وكيو، اي وكيو 90 درجه يعني ايديل ما بينهم، 90 درجه في الشيفت ما بينهم. فبالتالي انا شلت دماغ وجع دماغي من فكره ان يكون عندي ميس ماتش او عندي ايرور في الايه؟ في الاي وكيو هنا. طب حد يقول لي كده لو انا عندي ايرور في الاي وكيو يعمل لي ايه؟ ايه المشكله بتاعته؟ ايه؟ ماشي. انا عايزين يعني هاي ليفل شويه عن كده. ماشي صح؟ ايه؟ ماشي ده هاي ليفل قوي بس ليه بقى في النص؟ يعني ايه اللي بيحصل في الكونستليشن ده؟ بيلف. او انا لو عندي دلتا فيز مختلفه هيلف، هيعمل كده مثلا، هيعمل كده مثلا، نلف معاه يعمل كده صح ولا ايه؟ مش ده لو عندي فيز ايرور؟ خدتوا الكلام ده في كوميونيكيشن صح؟ انا في الاخر عندي دايره، يعني دي السيمبلز الاصليه بتاعتي. حلو. هي المفروض كانت تطلع بالشكل ده ولفت معايا ايه؟ حاجه كده. طيب سؤال صغير، الاحمر ده
الاس ان ار بتاعته في الاخر قلت بيتو ريت، فالبيتو ريت يعني اس ان ار صح؟ الاس ان ار بتاعته اوحش ولا احسن من الازرق؟ هي هي ها؟ ايه؟ السبيسنج هو هو ده كلام الكوميونيكيشن مظبوط جدا ما فيهوش يعني الكلام ده صح. طيب كاريل بقى امبلمنتيشن، هل الاس ان ار هو الصح؟ هو هو؟ يعني انت لو فكرنا فيها هنقول ايه؟ السبيسنج ده ما فرقش حاجه عن السبيسنج ده، فبالتالي الاس ان ار يبقى هو هو صح؟ مش ده اللي ده اللي واخدين في الكوميونيكيشن والكلام صح، بس هنا فارض ان انا عندي ريسيفر يعمل اي حاجه يستقبل اي حاجه، بس احنا للاسف احنا ما عندناش حاجه بالسهوله دي قوي، يعني ممكن يبقى عندنا حاجه فيها هارد كونسترين شويه. ايه هو؟ ان انا في الاخر عندي اي وكيو، تخيل كده ان انا عندي ما عنديش اي دي سيز هنا، ما عنديش حاجه مفتوحه، عندي هنا في الاخر حاجه بتقول اكبر، انا متفقين ان احنا نطلع هنا الايه الاي وكيو، الاي ده اما 0 1 والكيو اما 0 1، انا عندي هنا حاجه محطوطه ثريشولد بنص وهنا ثريشولد بنص، فبتقول يا اما الاي يا 0 يا 1 يا اما كيو يا 0 1. لو انا عندي مشكله زي دي هنا هيحصل ايه؟ ان انا الثريشولد بتاعتي هي دي، فهتلاقي ان انت المارجن هنا ايه؟ بيقل صح؟ فانت لو عندك هارد ديسيجن، حاجه بتعمل هارد ديسيجن يعني ايه؟ باخد ديسيجن بس بطريقه هارد، يعني في ثريشولد محطوطه ثابته، باجي اقول الكوارتر ده بتاع 0 0 الكوارتر ده بتاع 0 1 هارد وايس، يعني فاهمين متخيلين قصدي ايه؟ لو حصل اي روتيشن اس ان ار هيحصل له ايه؟ هيقل على طول. لو افترضنا ان انا عندي مقدره ان انا الف الاكسيس دي معايا الكوارترز اللي انا بديسيجن بعمل ديسيجن بيها بقدر اخليها كده هي كمان، وقتها اقدر ايه؟ مش عندي مشكله في موضوع الدلتا ايه؟ فيز دي. بس هو عامه في الاغلب الامبلمنتيشن اللي بنعرف نعمله بسهوله هو بيبقى حاجه زي كده، دول اللي انا بعمل بيهم ديسيجنز. ده 0 0 هنا، ده 0 1، ده ال 1 1، ده ال 1 0. فعشان كده يحصل اي دلتا فيز هتحصل له هيعمل ايه؟ هينزل ايه؟ هينزل اس ان ار، وبالتالي هيقلل البيتر ريت. فاهمين قصدي؟ فعشان كده انا ببقى مش عايز اي دلتا فيز عندي. طب الدلتا فيز ممكن تجي لي من ايه؟ ممكن تجي لي من هنا صح؟ وهنا، عشان كده كان الايه ديفايد باي 2 كان كويس جدا في الحته دي صح؟ طيب ايه تاني فيه ممكن يعمل لي ميس ماتش؟ ده وده صح؟ الاثنين دول لو ما في ما بينهم اي ميس ماتش كامبلمنتيشن وايز، انا في الاخر احنا مش بنتكلم الميكسر ده بنمبلمنته ازاي؟ وفي الاخر دايره بتميكس. الدايره دي لو هتطلع لي في فرق فيز او فرق امبليتود هيعمل نفس المشكله دي. اوكي، في سؤال في الكلام ده؟ ممكن في امبليتود ايرور، امبليتود ايرور انا ما رسمتوش هنا، انا رسمت بس الفيز ايرور، ممكن تلاقي بقتش مربعه، ممكن تكبر كده او تكبر كده. تمام مستطيل. الاركتشر ده اللي هو بيبقى فيه ال او عندي بيدخل على الديفايد ده بنسميه سلايدنج اي اف، يعني هتسمعوا عن حاجه لو قريتوا حاجه اسمها سلايدنج اي اف ريسيفر او اركتشر، هو ده اسمه سلايدنج اي اف. اوكي، بدخل هنا ال او ده بدخل هنا ال او على اثنين، ده اسمه سلايدنج اي اف. اوكي، حد يقدر يقول لي اللي اسمه سلايدنج اي اف؟ فين الاي اف اللي بنغيره؟ ده ده ال او مش اي اف. ده صح؟ انت قصدك على ده؟ بالظبط، الاي اف ده قاعد عمال يتغير معايا، الاي اف ده هو اصل الاي اف ده قيمته بكام؟ اللي هو على اثنين، لو افترضنا هنزل ايه؟ عند الزيرو. فده اللي هو على اثنين، فدايما الاي اف بتاعي قاعد عمال بيتغير. مشكلة الاركتشر ده كبيرة بقى في ايه بقى؟ الفلترز اللي انا هحطها، ما الاي اف قاعد عمال ايه؟ يتغير صح؟ فبتبقى مشكلة. انا في فلترز ابسط حاجة الشانل سيلكشن فلتر ده، ما انا عايز احطه وهقعد والكيو بتاعته هتبقى عالية عشان السيلكت شانل، فهقعد اغيره فتبقى مشكلة برضه. اوكي؟ في سؤال في الكلام ده؟ بعمل كده الصوت يعني
على حسب يعني، انت قصدك انا عندي ريسيفر واحد؟ لا ما بيحصلش كده، دايما بيبقى البند اصل الانتنه، انت لما خدته ديزاين انتنه، الانتنه ده في الاغلب بتبقى نارو باند ديزاين صح؟ مفيش حد بيعرف يعمل بانتنه شغال عند كل الفريكونسيز. هنعمل انتنه شغال عند الواي فاي، هنعمل انتنه شغاله عند البلوتوث، شغاله عند الفايف جي مثلا، ايا كان البند بتاعت الفايف جي، فاهم قصدي؟ فما نعرفش نعمل اصلا من الاول سيستم كده. لو افترضنا الانتنه هي البوتل نيك، احنا كده كده بيبقى ده معمول للستاندرد واحد، او يعني لو كانت ستاندرد بتبقى في مشكله بقى في الانتنه هنعملها ازاي، فاهم قصدي؟ ده مبدئيا. طب هو لو كذا ستاندرد، انا المفروض ان انا بحاول بنفس الاركتشر ده بمينيمم هاردوير سويتشنج، اصل اي سويتشنج هعمله هيعمل ايه؟ هيحط لوسز في الموضوع. يعني تخيل كده ان انا حطيت فلتر وعايز سويتش من فلتر لفلتر، ابسط حاجه غير اريا وايز. مشكله الفلترز ايه عامه في الشيب؟ الفلترز كبيره فيها ال وسيز كبار، او طبعا الامبليفايرز بتاعتي ممكن تبقى كبيره برضه فيها ال وسيز، بس الفلترز مبدئيا كده مش لا تخلو من ال ال، حلو؟ كذا ال يعني ممكن 3 4 حلو؟ فعندي فلتر كبير، لو عندي فلتر تاني كبير جنبه وعايز سويتش ما بينهم، السويتش ده يعمل ايه؟ يحط لي لوسز برضه في النص. يعني انا قصدي ان السويتشنج ده مش سهل، ما مش حاجه حلوه انا اعملها، بس عامه بتبقى في برودكتس بتعمل وايد باند بتكفر كل حاجه، بتكفر حاجات كتير. بس دي في الاغلب بتبقى جنرال بيربز، يعني بنعمل برودكت ايه؟ يشتغل على كله، وتبقى مسته ايه الكبيره؟ عارفين ان اي برودكت لو انا هعمل برودكت مثلا شغال زي مثلا مشروع الار اف، لو شغال من ايه؟ من 10 جيجا ل 50 جيجا. ايه مست ان انا اعمل حاجه زي كده؟ انستمنتيشن شيب، يعني انستمنتيشن ميزتها ان انا لو انا حطيتها في اي مثلا السكوب اللي بقرب ببص بيه مثلا بقى إيه؟ انا مش عارف انا الراجل هيستخدمني في ايه؟ صح؟ او تعبك عن جنرال بيربز، يعني انا في الاخر انا تايم تو ماركت، ان انا في الاخر يعني انا واحد عامل سيستم كبير جديد اصلا قصدي من الاول، فانا في الاخر بجيب حاجه فيري جنرال بستخدمها عندي، الدنيا نفعت وبعد كده اقول عايز حاجه سبيسيفايد فور ايه؟ ماي ابلكيشن، واوبتمايز على ماي ابلكيشن. بس ممكن استخدمها في الاول لو تشيب كده عامه استخدمها واجرب بيها اي حاجه انا عايزها، صح؟ ايه؟ الايفل في النص هنا. تخيل كده انا هنا هنزل عند الدي سي زيرو، يبقى النقطة دي كام؟ هنزل هنا عند كام؟ اللي هو على 2 صح؟ فكل ما الار اف يتغير لازم اللي هو على 2 تبقى ايه؟ تتغير، يعني الاي اف بسلايد مع الار اف كده. على حسب انا هنزل عند سي ولا لا، هم هنا سموها كده يعني عامة، انا بعيدا انا ما سميتهاش يعني. لا مش لازم، يعني مثلا لو انا بنزل هنا عند حاجه هنا مثلا ثبت بنزل عند اي اف ثابته وخلاص، ده اتغير هغير ده معاه بحيث انزل على نفس الاي اف. لو سوبر هيتر داين ماشي، معاك حق ماشي، بس هم سموا ده كده خصيصا سلايدنج اي اف يعني. اني واحده اللي بين على بعض؟ بالظبط، عشان الليلوز بالظبط بالظبط. طيب في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب في ناس بقى جت فتره قال لك ايه، هنحل هنحل مشكله الايمج دي والكلام ده كله باستخدام ايه؟ دايركت كونفرجن. الاول الحته اللي انا بقولها هنا دي بس حته على الجنب او حته مهمه عشان احنا هنستخدمها بعد كده، موضوع ان احنا هنستخدم نعمل داون كونفرجن لكومبلكس سيجنال ازاي، اوكي؟ بس هنرجع للمشكله الاصليه بتاعت الايمج بنحلها، غير ان لو احنا مش قادرين نعلي ال او قوي بنروح عاملين ايه في ال او اصلا؟ قصدي في يعني احنا سوري مش قادرين نعلي الايف قوي عشان نعرف نعمل ايمج ريجكشن، نروح عاملين ايه في الاخر الايمج ريجكشن؟ قصدي الايمج قصدي الايف ننزلها للصفر فازل السيجنال. طيب لو نزلتها للصفر وعندي اسيمتريك سيجنال زي كده هعرف اعملها ولا مش عارف اعملها؟ بالظبط، ما انا اقدر استخدم اركتشر زي ده بالظبط، ولو انزل عند صفر ده صفر، ما ده اللي لسه قايله حاليا. دي ده لو افترضنا ده مش موجود، ده كده دايركت كونفرجن، يعني بنزل بكونفرجن مره واحده عند صفر على طول، وبالتالي ال او هيبقى قد الايه؟ الار اف. في مشكله في الكلام ده؟ طيب فاحنا ممكن نرسمه تاني ونتكلم عليه شويه بقى. فانا عندي حاجه زي كده،
وده الاي وده الكيو، وهنا عندي دي سي. حلو. طيب ده لو اوميجا ار اف، الاوميجا هنا تبقى كام بقى؟ اوميجا ال او بتساوي اوميجا ار اف، صح؟ الاثنين قد بعض، مفيش ما طبيعي عشان انزل عند صفر هنا عند دي سي. اوكي. طيب المفروض ان ده احسن حاجه نعملها لو انا اقدر اعمل الاوميجا ار اف الفريكوانسي العالي ده، لو اقدر اعمله ده احسن حاجه اعملها، صح؟ بس هو في الحقيقه هو مش احسن حاجه ولا حاجه، هو في مشاكل كبيره. اكبر مشكله ايه هي؟ حد عنده اقتراح ليها؟ الفليكر نويز. ايه الفليكر نويز ده؟ ان انا هنا سيجنال حصل لها ايه؟ نزلت على الدي سي، صح؟ فاللي فيها ليها فليكر. طب انا اي حاجه ثانيه من هنزل في الاخر على الدي سي؟ لا مش كده بقى. ايه؟ طيب ماشي، هنرجع. هي دي في مشكله فليكر نويز هنتكلم عليها دلوقتي، بس عشان عايز اقارنها باللي فاتت. حلو. فتسيب الفليكر نويز دلوقتي. في مشكله ثانيه بالظبط، ايه هي؟ ان انا دلوقتي انا عايز انزل عند الدي سي، صح؟ يعني انا الار اف سيجنال بتاعتي عامله كده عند الاوميجا ار اف، في الاخر بنزلها فين؟ بنزلها هنا عند الدي سي، صح كده؟ ده الداون كونفرجن، ده اللي حصل. اوكي. طيب تخيل كده معايا ان الاوسيليتور اللي بيطلع لي السيجنال دي حصل سام هاو ليكينج لهنا، ليكينج. يعني ايه ليكينج؟ ازاي يحصل ليكينج؟ بسيطه قوي. انت عندك تشيب هيت تشيب، حلو. عندك ال ال ان اي محطوط هنا، وادي الباده بتاعته، حلو. وعندك هنا اهوت، عندك افترض معايا ان الاوسيتور ده مش موجود عندنا على التشيب اصلا، حلو. دخلنا من بره ال او، فعندنا ال او امبليفايرز، وبعد كده رحنا رايحين ضاربين كده، حلو. دي الباده بتاعت الايه؟ الار اف. دي ال او بتاعي. الار اف ممكن تجي لي قيمتها بكام؟ صغيره، اللي هي مكان مثلا نكتب 80 دي بي ام، حاجه صغيره جدا، صح؟ طب الايه اللي انا مدخلها على التشيب دي بتبقى بكام؟ بتبقى كبيره جدا اصلا، عشان انا عايز ادرايف بيها الايه؟ الميكسر، صح؟ وعايز ادرايفه بسيجنال كويسه، فلازم ده يدخل حلو. يعني ده مثلا ممكن ده يدخل مثلا 0 دي بي ام على التشيب بتاعتي، على التشيب بتاعتي، وده داخل على التشيب بتاعتي نكتب 80 دي بي ام. هل انت متخيل ان الشيب بتاعت السيليكون ده بيايزوليت بشكل حلو جدا؟ دي كلها مثلا 2 مللي في 2 مللي، البعد ده صغير جدا، مش 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 بالحجم اللي انت بالحاجه اللي انت متخيلها. هل انت مش متخيل ده ممكن يليك لي ده؟ يليك حتى ب 60 دي بي ريجكشن. يعني عارف يعني 60 دي بي ريجكشن؟ يعني دخلت هنا زيرو، شفت هنا نكتب 60 منها دي بي، يبقى انا شايف ان نكتب 60 دي بي ام. ليه اكبر من السيجنال بتاعتي؟ انت فاهمين قصدي؟ انتوا عشان تبقوا عارفين، من الفلور بلان او التشيب بتاعه الار اف دي، الاساس بتاعها في البدايه كده بنبص هنحط فين ال ال او وفين الار اف، حلو. ونقعد نعمل اي ام سيميليشنز، يعني مش اللي هي بقى حاجات بتاعه الاندكتور صغيره، لا، اي ام سيميليشنز كبيره شويه على التشيب كامله، ونشوف الريجكشن ونحاول نحطها على بعد، بحيث ان انا نطمن من اي ام سيميليشن البعد ده يجيب لي ريجكشن من اللي هنا لهنا، ما يخليش دي ايه تماسك دي تبقى اكبر من دي. ده لو هو دايركت كونفرجن، لو هو دايركت كونفرجن انت متخيل. فهو ده الكونفرجن مشكلته الكبيره، ان ده ما ينفعش يصغر قوي، فالسنسيفتي هتقل، مش هتبقى حلوه قوي عشان ليكج، عشان ليكج. فاهمين قصدي؟ خلي بالك 60 دي بي ايزوليشن على التشيب ما بين نقطه ونقطه ده رقم كبير، رقم كبير، رقم كبير قوي. يعني ما فيش حد بيطمح على ارقام اكبر من كده اصلا. ما انا ماشي هقعد، يبقى انا هقعد هعمل ايه في 2 مللي في 2 مللي دي؟ خليها 10 مللي في 10 مللي مثلا، واعمل حاجه كبيره قوي كده، واحط هنا الار اف واقعد اكبرها، وادخل هنا من ال او، صح؟ ده اللي انت بتفكر فيه، صح؟ وقتها هتلاقي ان الموضوع مش عارف نعمله برضه، عشان تعرف تبعدهم. في الحقيقه التشيبس الحاليه بتحط بتبقى كبيره اصلا، وبيحط لك في كورنر ار اف وكورنر تاني ايه؟ ال ال او. اوكي. فهو مشكله الليكج دي او الليكنج بتاع ال ال او تو ار اف كبيره اصلا، مش مشكله بسيطه جدا. وده اصلا اكتر حاجه بتخلي الايه التكنيك ده مش مستخدم قوي، بالذات لو انا محتاج ايه
سنسيتيفيتيز قليله قوي. اوكي بس هو مهم، هو مهم قوي في ايه بقى؟ ان هو ميزته الكبيره ان هو بيشيل لي مشكله الايمج، ومشكله الاحسن هو الكومبلكسيتي بتاعته بتبقى قليله بسيطه جدا. هو خلاص بحط ميكسنج ستيج واحده بس، موضوع بسيط ما فيهوش حاجه. حلو. طيب افترض معايا ان انا ان حصل ليكنج يعني خلاص انا ارتضيت ان انا عايزه، مش مشكله فيه. حلو. طيب ايه مشكلته بقى؟ ليه مشكلتين كبار. اول مشكله ماشي يعمل دي سي، يعني طلع لي يعني انا الاخر الاوميجا ار اف دي كانت جايه لي من غير دي سي، انا زودت لها او ما كانت جايه لي من غير، يعني انا في الاخر الار اف سيجنال بتاعتي هي الحقيقه مش شكلها كده، هي بتبقى في الحقيقه ملهاش ملهاش دي سي، ملهاش كومبوننت عند الاوميجا سي عند الكارير بتاعها. دايما معظم الموديليشن بتاعنا بيبقى كده، مش بنديله دي سي. حلو. فاللي عملته ان انا رحت مزود لها تون ايه هنا كده، صح؟ ما انا جمعت ده ليك لده، فده لما ينزل هنا يديني ايه هنا؟ بدل ما يديني حاجه شكلها عامله كده يديني حاجه عامله ايه؟ كده ليها دي سي، صح؟ عند دي سي، دي سي فاليو. طيب دي سي فاليو دي مشكلتها تعمل ايه بقى؟ يعني دلوقتي خلاص اديني دي سي، ايه مشكله الدي سي اللي يبقى عندي؟ بيعمل ستوشن فين؟ اللي هي فين؟ بعد المكسر. يعني هنا المشكله ان هنا الدي سي فاليو دي لو طلعت لي ب 1 فولت خلاص كده الايه؟ الاي في تشين دي بقت شغاله، ما خلاص 1 فولت دي هت ايه؟ هتستريت كل حاجه، ممكن تعمل ساتوريشن للي جاي ده. طب ايه مشكلتها هنا؟ من اللي انا كاتبه ده تخيل كده انا عندي مقدره ان اشيل الدي سي من هنا، انا حاطط هنا كابس كده ما بعديش دي سي. ماشي دي برضه مشكله ان هو ساعات بيحصل ان دي زي ما دي مش دي هنا متوصله على الانتنه وده بيروح كده، فده ممكن يترانسميت لبره، فدي بتبقى مشكله. معاك حق. في مشكله ثانيه كبيره بتاعت مين بالظبط؟ انا ال ان دي داخل له ايه دلوقتي؟ كان داخل له نيجاتيف 80 صح؟ وانا حاطط له فلترز هنا اشيل كل البلوكرز اللي ايه؟ اللي هتخلي لي في ال ان دي تعمله فيه ايه؟ تعمل فيه ايه؟ هتستريت اللي احنا سميناه ايه المره اللي فاتت او اللي قبليها؟ ان هو بيقلل الجيم بتاعه. ديسنسيتايزيشن بالظبط صح كده؟ فانا بالتالي المشكله الكبيره ان انا دلوقتي بقيت بليك من جوه التشيب بتاعتي بعد الفلاتر اللي حاططها. وممكن الليكنج ده يكون اكبر من السيجنال بتاعتي. ممكن يعمل ايه في الالين بتاعي؟ يقلل الجيم بتاعه يبوظه. فاهمين قصدي؟ فدي مشكله كبيره ان انا حتى لو قدرت اتعامل معاها بعد الميكسنج ستيج مشكلتها ان الالين ده هتبوظ لي البرفورمانس بتاعه. في مشكله في الكلام ده؟ ما هو هتيجي عند هي الفكره كلها مش فكره، مش مشكله الانبوت بتاع الالين ايه؟ هي قاعده عماله بت ايه؟ مسمعه في كل التشيب. مين اضعف نقطة في التشيب؟ اللي فيها أصغر سيجنال. مين أصغر سيجنال؟ هي الإنبوت بتاع الـ NA، عشان كده إحنا بنتكلم عليها. بس هل هي هتكبل على الإنبوت بتاع الـ NA مش هتكبل على الأوتبوت؟ يعني هتروح يبقى شيف منها حتة عند الإنبوت بتاع الـ NA مش هشوف عند الأوتبوت؟ لا هشوف عند الأوتبوت، بس الأوتبوت خلاص كبر. صح؟ فهو الإنبوت هو المهم. أنا بشوف على أضعف حتة في الإيه في التشيب بتاعتي. فاهمين قصدي؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طب ساعات احنا بس قبل ما نمشي بس من الموضوع دي سي ده، ساعات الكابس دي بتبقى يعني مش صعبه ان انا احطها، صعبه شويه ان انا احطها، بالذات لو افترض كده معايا ان احنا السيجنال بتاعتي هنا كانت 10 ميجا باندوس. حلو. السيجنال نفسها 10 ميجا باندوس، هي مالهاش دي سي بس هي 10 ميجا باندوس. اوكي. وقتها الكاب ده انا محتاج يبقى الكات اوف بتاعه يبقى فين؟ الكاب ده بيعمل ايه اصلا؟ بيبلوك الدي سي، اللي هو بيعمل كانه ايه؟ هاي باس ايه؟ فلتر. المفروض الكات اوف بتاع الهاي باس فلتر ده يكون فين بقى؟ اقل من 10 ميجا بكتير، تحت خالص صح؟ فالكاب ده هيبقى عامل ايه؟ يكبر. ايه مشكلة ان احط كاب كبير على التشيب؟ اريا. بس فيها مشكلة أكبر. لا ايه في مشكلة كبيرة ان احط كاب زي كده؟ ده اسمه كابلنج كاب، يعني كاب ما بين نقطتين، الاثنين نقطتين مهمين. في كاب ثانية بحطها ما بين النقطة والجراوند. دي بنتعامل معاها معاملة أخرى. لا في مشكلة كبيرة قوي ما بينه،
في ان انا تخيل كده لقيته انا عايز احط هنا 1 نانو على التشيب والاريا انا سامح ان احط اريا حلو ما فيش مشكله. ايه؟ لا بالظبط اي كاب بيتعمل في الاخر بيبقى ليه 2 بليتس صح؟ معايا؟ وانا عندي هنا سبستريت تحت دي السبستريت بتاعتي. فعندي كبس زي ما في كبسنس ما بينهم هنا دول التو سيجنالز بتوعي داخل وطالع هو ده الكابلنج كاب بتاعي بس انا عندي هنا كاب تو جراوند وكاب تو جراوند كل ما الكاب ده يكبر يبقى الاريا هتكبر يبقى الكاب تو جراوند هيحصل له ايه؟ هيزيد يبقى انا زي ما انا بحط هنا كاب انا بحط هنا كاب للجراوند كاب للجراوند مشكلته بيعمل ايه؟ في الباندوث بيقطعه بي 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 بيقلل الباندوث بيعمل الباندوث ليميتيشن انا الكاب ده انا محتاجه بس انا الكاب ده انا مش عايزه. طب كارقام الكاب ده دايما ايه علاقته بالكاب ده؟ على حسب التكنولوجي بس التكنولوجيز الار اف عامه ممكن يبقى ايه؟ 10% من قيمه الكاب 20% او يعني 5% من قيمه الكاب انتم يعني رقم كبير يعني لو عندي 1 نانو 10% بتاعته كام؟ 100 بيكو صح؟ رقم ضخم جدا يعني انت تخيل عندك 100 بيكو جراوند يعني انت فاهم السيجنال بتاعتك راح. طبعا ما فيش حد هيحط 1 نانو كابلنج كاب بس انا بس بديكم مثال يعني. لا ما هو تبقى بنعمل حاجه ثانيه ما بنعملش كده عايزين نشيل دي سي ما بنعملش كده في ايه لا لا ما هو مشكله ان انا مش قادر مش هقدر اكمل بيها ديش مشكلته ايه ان انا عندي دي سي لو انا داخل على الاي دي سي ديش دي سي كبير الاي دي سي انا الرينج بتاعه كانه بقى ايه بشيله يعني تخيلوا كده انا معايا الاي دي سي بتاعي الرينج بتاعي يعني هو عامل كده صح معايا ده الاي دي سي صح المفروض ان انا عايز ادخل له سيجنال تاخد الرينج ده كله بتاعه عشان اخد ماكسيمم دايناميك رينج منه صح؟ عشان اعلي الاس نار على او اقلل الكونتشن نويز بتاعته على قد ما اقدر صح؟ تخيلوا كده ان نصها دي سي اصلا فالسيجنال بتاعتي تلعب هنا بس ما هي مرفوعه دي سي فبالتالي اكني بعلي الكونتشن نويز اكني بماسك السيجنال داخل على الاي دي سي فمشكله مش هقدر اعملها في ديجيتال في بقى ايه مشكله في ايه حل سهل قوي وعلى طول بنستخدمه ان احنا بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي هنا نعمل ده انا متاكد ان هنا ده عباره عن ايه؟ ده هنا دي سي فولتج معين صح؟ اكني بطرح دي سي فولتج من هنا كدي سي فولتج بس بطرحه طب بطرحه ازاي؟ إيه؟ بعمل حاجه زي دي سي شيفتر بنعملها ازاي او بطرحه في الاغلب الميكسر ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى فيه هنا ريزيستنس صح؟ يعني بيبقى عباره عن جي ام يعني في الاخر سام سورت اوف امبليفيكيشن ستيج عباره عن جي ام وراها ايه؟ ريزيستور صح؟ باجي اروح حاطط هنا دي سي كارنت سورس كده بشيل بيه يعني في الاخر الدي سي كارنت سورس ده ممكن يبقى ايه؟ اي دايركشن ممكن لتحت او لطالع لفوق فكني بشيل الدي سي اي ار وخلاص بطرح الدي سي فولت فاهمين قصدي؟ معايا؟ مش مجمعين يعني لو انا عندي امبليفاير اهوت الاول احنا ما بنتكلمش على سيركت امبليتيشن خالص بس دي حته ليها علاقه بالسيركت امبليتيشن فهنتكلم عنها هي ان احنا هنا داخلين كده تخيلوا ان انا عندي هنا ديفرنشال سيجنال جايه لي حلو معايا بس ليها دي سي فانا في الاوتبوت هنا شايف ايه شايف الديفرنشال سيجنال بس في دي سي معاها يعني ايه في دي سي هنا معاها يعني ايه الكلام ده يعني انا المفروض ده كومن مود يبقى مثلا على نص فولت وده نص فولت واحولها لاي سي فكده ملهاش دي سي كومبوننت صح معايا عشان انا بشوف ديفرنشال سيجنال تخيلوا كده النص دي بقت دي 0.6 فولت يبقى كده انا شايف دي سي بقد ايه ب 0.1 صح فتخيلوا كده لو انا حطيت هنا الكارنت سورس عامل كده والريزيستور دي كانت افترض معايا ب 1 كي افترض معايا كانت ب 1 كي وحطيت الكارنت سورس ده ب 0.1 ملي امب يبقى انا اكني بمسك النص دي بعمل فيها ايه بشدها لتحت ب 0.1 اللي هي 0.1 برجعها تاني ل 0.5 او يعني ممكن تبقى معكوسه شويه عشان ايه الفولتات معكوسه اوكي يعني معنى صح انا باجي اعمل ايه باجي احط هنا كارنت سورس هنا وكارنت سورس هنا وما اخليهمش قد بعض بخليهم ايه امبالانسد كارنت سورسز بحيث اشيل بيهم الدي سي اوفست يعني لو عندي اي امبليفاير بالتوبولوجي شبه كده عندي ريزيستور وعندي جي ام بحط على الاوتبوت كارنت سورسز امبالانسد يعني ايه؟ يعني اللي على الان غير اللي على البي. واظبطهم بحيث ان اشوف في الاخر كديفرنشال وايز انا ما اشوفش ايه؟ دي سي.
اوكي ده لو افترضنا ديفرنشال سيجنال يعني. فاحنا دايما بنيجي نعمل ايه؟ هتلاقوا دايما بيحصل حاجه شبه كده، بقى عندي دايره زي دي محطوطه هنا في الاخر، ده اللي في الاخر مثلا اقول بفر اللي بطلع بيه في بره. حلو؟ افترض معايا ان انا كان الدي سي ده ما مش فارق معايا في التشين، بس انا بس مهم عندي ان انا ما اضرش الاي دي سي. حلو؟ فباجي اصلا باجي اسنس انا عندي دي سي قد ايه؟ واجي اظبط في اللوب بلوب الكرنت سورسز دي قيمتها كام؟ دي تريديشنال كرنت سورسز يعني. ما انا بحاول اسنسه بقى في الديجيتال. لو افترضنا ان انا ما عنديش مشكله ان انا اوصل لحد الديجيتال اشوفه بيه، فاهم قصدي؟ حاجه زي كده. ايه؟ كومن درين ماشي، بس كومن درين مشكلته في الشيفت بتاعه بكام؟ في جي اس. هل ليها حكم عليها؟ ضعيف قوي. في سؤال تاني؟ أنهي واحد ده؟ ما بص يعني أنا مش حاطه يعني، أنت قصدك كده يعني؟ ما مش يعني مش قصدي على البولاريتي حاليا، بس أنا قصدي إحنا نحط كارنت سورس هنا. أوكي؟ يكنسل البوينت 1 الزيادة اللي عندي دي، فما تمشي من غير دي سي. طيب مشكلة الفليكر نويز دي بقى ايه؟ بس عشان بس ما نسينا ان انا اتكلم عنها. الفليكر نويز انا في الاخر زي ما زميلنا قال، يعني احنا هنا مشكلتنا احنا بننزل على الدي سي، فالدي سي دي مشكلته في ايه؟ ان يعني في نويز، النويز اللي انا هشوفها من هنا هي ليها فليكر، حاجة عاملة كده. حلو؟ تخيلوا كده انا اصلا ببقى ظابط النويز فيجر بتاع الريسيفر بتاعي في الاخر على كله، في الاغلب الحسابات بتاعتها كلها على السيرمال. واللي حصل ان انا نتيجه ان نزلت على دي سي شفت فليكر. يعني شفت فليكر؟ تخيلوا كده السيجنال بتاعتي كانت 10 ميجا باندوس، حلو، ونزلتها على دي سي. الفليكر كورنر متخيلينه المفروض يبقى حدود كام؟ 100 اوف ميجا هرتز، صح؟ ممكن 50 و 200 عادي، وممكن يبقى اعلى كمان من الكلام ده. ممكن يوصل في النودز الصغيره ل 500 ايه؟ 500 ميجا. حلو؟ فالفليكر، فاللي بيحصل ان انا عندي لو افترضنا ان السيجنال دي كانت المفروض تنزل هنا، تخيلوا نزلت عند الفليكر، يبقى حصل ايه في النويز فيجر هنا؟ زاد جدا، صح؟ زاد اصلا ان انا ممكن يكون الفليكر اصلا نفسه انا مش قادر احسبه بالظبط، ممكن زاد بشكل اصلا انا مش عارف هو بالظبط في حدود قد ايه. والفليكر ده بيزيد كل ما السيجنال ايه؟ تقل، وكل ما النودز بتبقى اصغر بيحصل كده فيه. حلو؟ فبيحصل انا مش عايز انزله عند الايه؟ دي سي دايما. يعني هي مشكلتي دايما في الدي سي لو سيجنال باند الصغيره يبقى ايه؟ يبقى فليكر. حلو؟ يبقى دايركت كونفرجن تاني، يبقى ليه مشكلتين اساسيين، الاو ليكج والايه؟ والفليكر نويز. الفليكر نويز بتبان اكتر مع مين؟ مع سيجنالز باند بتاعتها ايه؟ صغيره. نارو باند قوي، نارو باند اللي هي الباند بتاعها قد الباند بتاع فليكر، يعني قد فليكر، المنطقه الفليكر بيأثر فيها. حلو؟
فنلاقي كل الستاندرز اللي هي بتاعت الواي فاي والبلوتوث اللي هي فيها الباند الصغيره دي عامله لنا مشكله كبيره، فوقتها ما نقدرش نستخدم فيها الدايركت كونفرجن. حلو. طيب بيستخدموا ايه فيها بقى؟ بيستخدموا حاجه اسمها الواي اف. طب ايه الواي اف ده؟ هو نفس اللي احنا اتكلمنا عليه الهيترودين، بس الاي اف بتاعه بكام؟ صغير من اسمه. يعني انا في الاخر عندي حاجه زي كده بنزل، يعني ده ال ان ايه، بنزل هنا اي اف، بس الاي اف ده الفريكوانسي بتاعه قليل. قليل بقد ايه؟ يعني لو البندوس بتاعت السيجنال بتاعها 10 ميجا يبقى اصغر اي اف ممكن انزل له بكام؟ 10. ما اقدرش انزل اقل من كده صح؟ فممكن انزل عند 20 مثلا. في الحته دي بنقول ده اسمه لو اي اف، يعني الاي اف اللي بنزل عندها قريب من البندوس ايه؟ من السيجنال بتاعتي. يعني اللي بيحصل ان انا عندي هنا سيجنال هي شكلها عامله كده حوالين الار اف بتاعتي، هنا ده الاوميجا ار اف. حلو؟ المفروض ان انا ده الدي سي بتاعي، لو انا كنت هنزلها دايركت كونفرجن هتنزل فين؟ هنا صح؟ معايا؟ لا انا هنزلها هنا كده. ده السيجنال بتاعتي. طب انا ليه عملت كده؟ عشان الفليكر ده ما اشوفهوش، يعني بنزلها على طول في الحته اللي قبل ما اشوف الفليكر. حلو؟ طب ايه المشكله الكبيره في حاجه زي كده؟ الايمج ريجكشن. احنا سائلين الايمج ريجكشن ده، احنا محتاجين الاوميجا اف تكون ايه؟ كبيره على قد ما اقدر عشان اعرف اعمل ريجكشن فور ايمج، صح؟ طيب الريجكشن الطريقه اللي احنا عرفناها نعمل بيها ايمج ريجكشن الايمج كانت عباره عن ايه؟ بحط فلتر قبل الايه؟ الميكسر، صح؟ طيب في طريقه ثانيه بقى بعرف اعمل بيها ايمج ريجكشن بس من غير ما استخدم فلاتر. والطريقه دي هي اللي خلتني اعرف امبلمنت حاجه زي كده عشان انا مش محتاج الفلتر خلاص. هي التوبولوجي في حد ذاتها بتريجكت الايه؟ الايمج. فلو التوبولوجي اللي انا هحطها بتريجكت الايمج يبقى انا خلاص ممكن استغنى عن الفلتر اصلا. ولو طالما انا ممكن استغنى عن الفلتر ما عنديش الكونسترين بتاع الفلتر ده، اقدر اخلي الاوميجا اف ايه؟ صغيره. وصغيره بحيث ان، طب ميزه حاجه زي كده ايه هي؟ ميزه ان الاوميجا اف صغيره ايه هي؟ عشان الاي دي سي. عشان الاي دي سي ما خلوش، ما اجيبش اي دي سي سريع جدا على الفاضي. يعني عندي يبقى عندي سيجنال بانس بتاعها 10 ميجا، اروح اجيب لها اي دي سي ليه ب 4 جيجا هرتز؟ 4 جيجا ملهاش معنى صح؟ فطبيعي ان انا عايز الاي اف دي ما تاخدليش من الاي دي سي برضه. يعني انا عايز الاي دي سي في الاخر اكده بيسامبل السيجنال بتاعتي بس، ما يقعدش يسامبل حاجات ملهاش لازمه. لا الاوميجا اي اف يسامبلها يعني ازودها على الفاضي، ولا ازود ايه؟ ولا يبقى عندي دي سي على الفاضي، يعني عايز اشيله برضه صح؟ فاحنا هنتكلم دلوقتي على ايمج ريجكشن توبولوجيز يعني. اوكي؟ احنا قلنا بالظبط، بس في ميزه كبيره. لا الفليكر بيعمل ديستورشن؟ لا قصدي يعني في جزء من السيجنال ماشي مش مشكله. هو الاول هو الشيب بتاع النويز يفرق معايا قوي ولا ما يفرقش معايا؟ انت دلوقتي بتتكلم تقول ان النويز بدل ما هيبقى وايت هيبقى ايه؟ ليه فليكر ونازل كده صح؟ او ساعات بنقول عليه ان هو كالرد نويز. يعني ايه كالرد نويز؟ يعني نويز مش وايت، هي كالرد يعني قاعده عماله تتغير مع الايه؟ مع الفريكونسي. هل دي تفرق كتير؟ انت في الاخر نويز مهم عندنا الار ام اس فاليو بتاعتها بكام؟ بس بننتجتها بنشوفها، مش فارقه بقى هي ايه؟ متجمعه هنا ولا متجمعه هنا ولا متجمعه هنا؟ انت فاهم قصدي؟ فما تعملش ما تعملش حاجه، مش مشكلتها، مشكلتها امتى؟ لما تبقى السيجنال اللي انا عايزها جوه الفليكر. فهفلتر كل حاجه واخدها بالفليكر بقى. بس تخيل لو سيجنال سبريدد اصلا، خلاص الفليكر واخد حته منها مش مشكله. Thank you.
طيب بصوا، قبل ما ندخل في الايمج ريجكشن بس احنا هنرجع حاجه كده في الماس صغيره نتكلم عليها وبعد كده ندخل عليها. اوكي، لو افترضوا معايا ان انا عندي ايه كوزاين اوميجا تي، مش دي اقدر اكتبها ان هي عباره عن ايه؟ ايه على 2 في او سي جي اوميجا تي صح؟ بلس ايه على 2 تاني صح؟ اي اوس نيجاتيف جي اوميجا تي صح كده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طب لو عندي ايه ساين؟ ناقص ايه على 2 صح؟ ولا ايه؟ في جي اصلا صح؟ ماشي، ممكن نعملها ناخد ناقص جي اصلا عن مشترك في اي اوس جي اوميجا تي صح؟ ماينس ايه على 2 في اوس نيجاتيف جي اوميجا تي صح كده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب احنا ممكن نعمل كده حاجه اسمها فيزر، يعني ايه ريبريزنتيشن للشكل ده ب 3 اكسيز. ايه هم 3 اكسيز بتوعي؟ اللي ماجري والريل والفريكوانسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاجي اقول انا عندي هعتبر الاكسيز الاولاني هو الايه؟ هو الاوميجا. حلو؟ هدي ولا بلاش الاكسيز ده يبقى اوميجا؟ لا الاكسيز ده اوميجا، اوكي؟ والاكسيز اللي فوق ده هو الكيو، والاكسس ده هو الاي. معايا؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب بالنسبه للاي كوزاين دي، للاي كوزاين اوميجا تي، هي عند هي عندي كومبوننت هنا عند ايه؟ عند الاوميجا صح؟ هو الاول انا لما كان لو افترض ان انا ما عنديش ده، عندي بس ايه؟ عايز ابريزنت حاجه زي كده، بقول دي عباره عن امبلس عند الاوميجا صح؟ بس انا عشان عندي هنا حاجه فيها جي وما فيهاش جي، فعشان كده حطيت اكسس ثالث يعني، فعشان اعرف ريبريزنت الاي والايه؟ اكنه 3 دي. اكنه 3 دي. حلو؟ فانا عندي هنا الاي كوزاين بتديني تو كومبوننتس، الاثنين ريل، واحده عند الاوميجا واحده عند الايه؟ عن ناقص اوميجا. فواحده هنا كده، واحده ايه هنا؟ دي لو هسميها الاس، دي لو سميتها الاس يبقى دي عندي اس ودي عندي ايه؟ اس. يعني كومبوننتس تو كومبوننتس ليها، الاثنين عند الاوميجا هنا. في مشكله في الكلام ده؟ طيب بالنسبه بقى للساين، التو كومبوننتس محطوطين فين؟ بتوع ايه؟ يعني الاول اتنين عند الاوميجا ونكتب اوميجا صح؟ يعني ده هنا ده خلي بالكوا دي اوميجا سوري، ودي نكتب اوميجا يعني. اوكي؟ عشان في واحده عند الاوميجا واحده عند الايه؟ نكتب الاوميجا. حلو؟ ده في واحده عند الاوميجا واحده نكتب اوميجا، عند الاوميجا بوزيتيف وعند نكتب اوميجا ايه؟ نكتب بس في معكوسه وفي جي، فهي اول حاجه هتتعامل مع الكيو مع الايه؟ مع الاكسس ده صح؟ وايه؟ وبنكتب يعني هنا دي هتبقى عباره عن كده صح؟ هنا اي مثلا هنسمي دي لو سميناها اي برضو، ودي عباره عن ايه؟ او يعني ماشي مش مشكله يعني. والثانيه لفوق صح؟ صح كده ولا ايه؟ معايا؟ طيب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ يعني احنا ايه الفرق ما بين دي ساين وكوزين وساين صح؟ الفرق ما بينهم ايه؟ 90 درجه. يعني انا باجي اقول ايه؟ انا لو عملت 90 درجه فيس شيفت. حلو؟ ممكن ابص لما اجي ابص عليها اكني بعمل ايه؟ اكني لاي حاجه كبوستيف فريكونسيز بعمل لها روتيشن ايه؟ كلوك وايز 90 درجه. ده كلوك وايز صح؟ 90 درجه. يبقى ايه؟ البوستيف اوميجاز بعمل لها 90 درجه كلوك وايز روتيشن صح كده؟ يعني بحولها من اي من الاي لكيو او الكيو للاي ب 90 درجه بس ايه؟ كلوك وايز. طيب ولو اي حاجه في النيجاتيف فريكوانسي بعمل لها ايه؟ انتي كلوك وايز روتيشن. يعني انا هنا احنا هنا طلعناها من الساين للكوزاين، بس ده حاجه عامه. لو انا عايز اعمل 90 درجه في الشيفت، اي حاجه في البوست فريكوانسيز هعمل لها كلوك وايز روتيشن، في اي حاجه في النيجاتيف فريكوانسيز هعمل لها انتي كلوك وايز روتيشن او ايه؟ او كاونتر كلوك وايز روتيشن عند نيجاتيف اوميجا ب 90 درجه. اوكي؟ في مشكله في الكلام ده؟ في سؤال في الحته دي؟ طيب
حاجه تانية نركز عليها برضو، لو افترضنا ان انا عندي ميكسر كومبلكس ميكسر داخل له هنا كوزاين وساين اوميجا ال او تي اوميجا ال او تي اوكي، والاثنين دول دخلت عليهم سيجنال من بره، واحده مثلا نقول عند كوزاين اوميجا ار اف وكوزاين اوميجا اي ايمج مثلا اي ام ار تي برضو هنا تي. معايا؟ اتفضل. هو يعني دلوقتي لو عملت انا كويس للاساس الاس والايوه ده كده هيطلع لا لا، انا باجي اقول انا لو انا عندي، احنا من هنا بنيجي نقول ان الفرق ما بين ده وده 90 درجه في الشيفت، فبنيجي نقول لو عايزين نعملها كده يعني ريبريزنتيشن جرافيكال ريبريزنتيشن، بنيجي نقول ان انا لو عندي كان عندي حاجه في الفريكوانسيز البوزيتيف بقى عشان اعملها 90 درجه بوزيتيف 90 درجه في الشيفت بقى ايه بالفعل كلوك وايز. انا حركت ده، انا ظالما عايز اعمل 90 درجه في الشيفت ولقيت اي كومبوننت عندي في البوزيتيف اوميجاز بحركها ايه بص بحركها كلوك وايز 90، اي حاجه بشوفها في النيجاتيف بحركها كاونتر كلوك وايز 90. فاهم قصدي؟ بالظبط، فاكني الساين الكوزين اتحولت لساين. حلو؟ في مشكله؟ طيب لو انا عندي حاجه بالشكل ده وافترضت هنا ان وهطلع في الاخر عند اوميجا اي اف او والاوميجا اي اف بتساوي اوميجا ار اف ماينس اوميجا ال او وبتساوي اوميجا ال او ماينس اوميجا اي ام اي ام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي داون كونفرجن وعندي سيجنال والايمج بتاعتها وهنزل عند اوميجا اي اف. حلو؟ بس بحيث ان الاوميجا ال او هنا الاوميجا ار اف اعلى والاوميجا ايمج اقل، وده كل ده اي اف فرق. معايا؟ في سؤال في الكلام ده؟ اوكي؟ طيب هنزل هنا عندي ايه؟ هينزل عندي هنا ايه؟ خلي بالكوا هنا عندي دول تو كومبوننتس دول، هينزل هنا عندي ايه؟ فوق. هيطلع لي هنا كوزاين اوميجا ار اف ماينس اوميجا ايه؟ ال او تي، ده اللي هي عباره عن ايه؟ اوميجا ايه؟ اي اف اصلا، صح كده؟ وكوزاين برضو اوميجا ال او ماينس اوميجا ايمج تي اللي هي، او يعني احنا دايما بنطرح حاجه بنمشي نفس الطرح بتاعنا، اوكي؟ هنمشي نفس الطرح بتاعنا اللي هي اوميجا ايمج ماينس اوميجا ال او، اوكي؟ يعني في الاخر بطرح الايه؟ اللي له من الايمج وخلاص. فده بيطلع لي ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده نيجاتيف اوميجا اي اف، صح؟ ولا غلط؟ طب كوزين اوميجا اي اف وكوزين نيجاتيف اوميجا اي اف الاثنين بايه؟ الاثنين بكوزين اوميجا اي اف، فده الاثنين دول هيطلعوا لي ايه؟ كوزين اوميجا اي اف، وده هيطلع لي كوزين اوميجا اي اف. في مشكله في الكلام ده؟ طيب نيجي نبص على تحت. كوزين في ساين يديك ايه؟ ايه؟ كوزين، صح؟ بس يديك كوزين بس الطرح او الطرح زي اللي فوق بالظبط، صح؟ ولا يديك ساين؟ يديك ساين، انت ليه هتلخبطني؟ يديك ساين. فيديك هنا ساين، اوكي؟ فيديك ساين اوميجا ار اف ماينس اوميجا اي اف او ال او سوري، ويديك تحت ساين ايه؟ اوميجا اي ايمج اي ام يعني ماينس اوميجا ال او. ده ايه اللي فوق ده؟ اوميجا اي اف. واللي تحت ده؟ نيجاتيف اوميجا ايش، يعني ده هيساوي ايه في الاخر؟ بالظبط، ده هيديك ساين اوميجا اي اف تي، وده هيديك نيجاتيف ساين اوميجا اي اف تي برضه. فبس ده ليه بقى انا عايز اقول ايه من الحته دي؟ ان انا لو كان داخل لي عندي كومبلكس او سنجل سايد باند ميكسر او كومبلكس ميكسر وداخل لي السيجنال والايمج بتاعتها، دايما لما اجي ابص على الاوتبوت هلاقي الاي الاثنين على بعض والكيو مالهم عكس بعض في الاشاره. يبقى دايما هلاقي الاي على بعض والكيو عكس بعض في الاشاره.
السيجنال والايمج بتاعي. طالما السيجنال والايمج ليه ده الموضوع ليه؟ عشان في دلتا اي اف ونكتب دلتا ايه؟ اي اف. والكوزاين نكتب مش هيفرق معاها، بس الكوزاين هيفرق ايه؟ هيطلعها بره. اوكي؟ في سؤال في الكلام ده؟ طيب بالمعلومتين دول انا ممكن ابني ريسيفر بيعمل ايمج ريجكشن. اوكي؟ طيب الريسيفر ده عباره عن ايه بقى؟ اللي هبنيه ده. تخيل كده ان انا كان عندي حاجه زي كده، عندي في الاخر الايه السيجنال بتاعتي جايه لي، يعني اوميجا هنا ار اف واوميجا اي اف، او اوميجا قصدي ايمج سوري، ودخلتها على ميكسرز كده بالشكل ده، نفس اللي احنا عملناه فوق. حلو. لو حبيت ارسم الكلام ده على الفيزر دايجرام اللي احنا لسه قايلين عاملينه هناك، يطلع شكلها عامله ازاي؟ ده الاي والكيو والاوميجا. اوكي. ايه؟ اني بوستيف دي؟ ها؟ يعني الاثنين داخلين مع بعض يعني. واقول هنا بوستيف وهنا بوستيف، يعني الاثنين داخلين مع مش لازم يعني. بص. يعني مش لا لسه ما فيش كنسله. انت قصدك ده كنسله؟ لا للاسف مش هيكنسل. عارف لو هما يكنسلوا امتى؟ اصل هنا فارض ايه؟ ان انا داخل الكوزين وساين، بس هنا في داتا وجنبها داتا، والداتا دول ما لهمش علاقه ببعض. فيحصل لي ان دي السيجنال دي هتبقى كوربتد، مش هيبقى ليها معنى. تو داتا دخلوا ببعض والسيجنال دي كوربتد، مالهاش معنى، عشان كده الايمج مشكله. صح؟ ليه؟ هيجمعوا على بعض، هم هيجمعوا على بعض. يعني تخيل كده انا عندي هنا A of T وهنا B of T. يعني سام سيجنال اي اوف تي غير السيجنال اللي اسمها بي اوف تي خالص، ما لهمش علاقه ببعض، انكورليتد. هنا سيجنال والفورم غير دي خالص، وداخل لي هنا هيطلع لي هنا اي اوف تي ودي بي اوف تي، صح؟ مجموعين، وكذلك هنا. فيطلع لي الاثنين دول على بعض ايه؟ يطلع لي يعني يطلع لي في الاخر هنا اي تي بلس بي اوف تي كوزين اوميجا اف. راحت فين السيجنال بتاعتي؟ انا هعرف اجيب الاي اوف تي كده خلاص؟ مش هعرف اجيبها. انت فاهم قصدي؟ ما الايه هي اللي انا عايزها، البي اوف تي دي انا مش عايزها. وكذلك هنا هتطلع لي ايه تي ماينس بي اوف تي، فهي خلاص سيجنال باظت. فعشان كده مشكلتي لما اجي اعمل حاجه زي كده السيجنال الايمج بتاعها عليها وما بعرفش اجيب السيجنال بتاعي تاني. يعني هو مش معنى ايمج ان هي شبه سيجنال، معناها نفس المسافه بينها. الايمج مش معناها ان هي ايمج من السيجنال، لا الايمج دي معناها ان هي محطوطه عند الايمج فريكونسي. محطوطه عند الايمج فريكونسي وليس هي سيجنال ثانيه اصلا وما اعرفش عنها حاجه. ولو استقبلتها نزلت لي عند الفريكونسي بتاعي خلاص، ما هي كده مش هستفيد، يعني هتبوظ لي السيجنال بتاعتي. طيب افترض معايا ان عندي حاجه زي كده، عندي حاجه زي كده معايا. طيب من اللي احنا قلناه لسه في الاخر هنا، اللي احنا قلناه في الاخر ده هيطلع لي ايه؟ من لو انا كان عندي اوميجا ار اف هتطلع لي هنا عباره عن ايه؟ في الاوميجا، يعني دي لو سميناها دي الاس بقى طبعا، لا لو دي الاس ودي الاي. حلو. الاس دي هتطلع لي عامله ازاي؟ هيطلع لي هنا اوميجا اف وقصدي كوزاين وساين الاثنين ايه؟ بص يعني ممكن تبص عليها كده، بس هي طبعا انا يعني انا عاملها لكم بشكل مختلف شويه، بس هيطلع لي حاجه ايه؟ سوري لا انا كنت بفكر في حاجه ثانيه، بس يعني هيطلع لي سيجنال في الاخر واحده تطلع لي كده. طب ثانيه واحده عشان حاسس اتلخبطت. سوري. طب تعالى نبتديها بس من السيب قبليها وبعد كده نكمل. اوكي.
طيب هنرسمها وهي هنا الاول، هنرسمها وهي هنا الاول اوكي. فانا عندي هنا اوميجا، اوميجا مثلا سيجنال بتاعتي، احنا اتفقنا الاوميجا سيجنال بتاعتي هتبقى اعلى اوميجا ار اف يعني. وعندي اوميجا ايمج، وعندي هنا اوميجا نيجاتيف اوميجا ايمج، وعندي النيجاتيف اوميجا ار اف. ده السيجنالز اللي جاي لي في الار اف، الاثنين جاي لي كوزاين صح؟ معايا؟ في مشكله في الكلام ده؟ والاثنين ضربتهم عند ال او هنا في النص. معايا؟ فالاولانيه هتطلع لي ايه؟ لو جينا نرسمها هنا. الاولانيه دي هتطلع لي اوميجا اي اف صح؟ يعني دي هتطلع لي ايه؟ ايه؟ هيطلع فوق بعض مظبوط، يعني هيطلع حاجه كده عند اوميجا ايمج، قصدي الاي اف، الاي اف ونيجاتيف اوميجا اي اف، وتطلع الثانيه فوقيها صح ولا ايه؟ فوقيها هنا ودي عكسها صح كده؟ ولا غلط؟ عشان نيجاتيف ساين. ماشي اوكي طيب صح سوري في كده. هتطلع لي دي مع دي صح كده؟ ولو رسمنا يعني ده الاي حلو والكيو، هيطلع لي الكيو هنا ايه؟ هيطلع لي ان السيجنال اللي هي الكوزاين اللي هي الساين هيطلع لي ساين عاديه، ساين عاديه اللي هي بتبقى هنا نيجاتيف صح؟ وهنا بوزيتيف، والثانيه عكسها كده كده. في مشكله في الكلام ده؟ يعني انا كده رسمت بس كل الكومبوننتس اللي قاعدين بنتكلم عليهم هنا. اوكي؟ طيب تخيل بقى بعد كده رحت انا عملت ايه؟ رحت حاطط هنا 90 درجة في الشيفت ورحت جامعهم بعد كده. هيحصل ايه؟ احنا اتفقنا 90 درجة في الشيفت يعمل ايه؟ أي حاجة في البوستيف هيلفها كده، وأي حاجة في النيجاتيف هيلفها ايه؟ الناحية التانية صح؟ فنيجي هنا ايه؟ الساين بس ماشي. فالساين اللي هم دول صح؟ اللي هم كانوا دول ها؟ ما هو هم دول الساين اللي انا هلفهم، انا هلف الساين بس 90 درجة، هلف الساين بس 90 درجة. فهاجي دي هروح اعملها كده صح؟ فتبقى كده معايا؟ ودي هتلف كده تبقى كده. ولا غلط؟ ماشي يا جماعة انتوا كده اتلخبطوني. احنا كانت دي عندنا كده ماشي، والساين انا بس هرجع ارسمها تاني، ودي كانت تحت ودي فوق صح كده؟ ما بص ماشي اوكي هطرح هنا. انا فهمت انت عايز تقول ايه، تلخبطتني بس هطرح مش هجمع. هو فكره ان احنا هنطير واحده ونسيب الثانيه، انا ممكن اسمي دي ايمج ودي سيجنال، بس احنا في الاخر هنطير واحده ونسيب الثانيه اوكي. ما احنا لو طيرنا واحده يبقى احنا كده طيرنا الايمج بتاع ايا كان بقى مين السيجنال بتاعتهم. هنطرح بلاش هنجمع، هنطرح اوكي. فلما نيجي نطرح هنعمل ايه الاول؟ الاول هندي الاول عايز ادي 90 درجه في الشيفت الاول حلو. فده هديله 90 درجه في الشيفت للايه؟ للجزء اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الساين. فده يعني ده يحصل في ايه؟ هلفهم كده. فده الاحمر ده ينزل مع الاحمر معاه بسحبه صح؟ والازرق يعمل ايه؟ يعكس الازرق الثاني. فالاثنين يلاشوا الازرق يلاش بعضه. طب انا كنت ماشي اوكي. او احنا لسه ده لو هنجمع يعني اوكي عشان انا هطرح. هنا ده هنعمل ايه؟ نلف العكس. اللي هو ايه؟ الازرق الاحمر يدخل جوه
والازرق ايه؟ يعكس، صح؟ طيب انا هنا افترض معانا انا جمعت، افترض معانا جمعت، يبقى انا اتبقى لي الايه؟ الاحمر، مش هنقول ايه؟ اتبقى لي الاحمر. حلو؟ اتبقى لي الاحمر اللي هو الايمج او اللي هو اللي عند الاوميجا، السيجنال اللي عند الاصغر من ال او، السيجنال الاصغر من ال او. حلو؟ طب لو طرحت هيتبقى لي الازرق، الاحمر هيتشال، صح كده؟ يبقى هيتبقى لي الاوميجا ار اف. فانا بالتالي قدرت اعمل ريسيفر يديني السيجنال اللي هي الايمج، وبقدر اقول وقتها مش بدي بقى سيجنال الايمج، بقدر عملت ريسيفر يعمل لي لور سايد باند انجكشن او ابر سايد باند انجكشن. احنا متفقين المره اللي فاتت لو الاوميجا ار اف بتاعتي اصغر من ال او يبقى ده لور سايد باند، لو الاوميجا ار اف بتاعتي اكبر من ال او يبقى ايه؟ ابر سايد باند. فانا بالتالي عكس لو ال او اصغر من ايه؟ متأكد؟ ماشي، اوكي خلاص. هو عامة يعني الموضوع ده فيه كونفنشنز كتير، بس اللي انا عارفه اللي انا بقول لكم عليه، بس هو ممكن يكون الكونفنشن ده ممكن حد قايل اسم تاني. المهم القصد سايد باند مختلف، سايد باند مختلف، ايا كان بقى مين فيهم اللي اسمه لور ومين فيهم اللي اسمه ابر. يعني انا عارف ان رزق في الاغلب كاتبها العكس، كاتبها عكس اللي انا بقوله. فبالتالي انا اقدر اجيب الايه؟ يا سيجنال الاكبر من ال او يا سيجنال الاصغر من ال او وريجكت الثانيه، صح؟ طيب انا هنا كنت فارض فرضين مهمين قوي، ايه هما؟ ان الامبليتيود ثابت، الامبليتيود ثابت هنا وهنا. يعني انا لما طرحت عشان اعرف اطلع لازم الاثنين يكون قد بعض، وايه ثاني؟ ودي 90 درجه بالظبط، يعني 90 درجه دي مظبوطه والامبليتيود ثابت، وحاجه ثانيه وهنا الساين والكوزين مظبوطين، مفهومش ايه؟ مفهومش فيس شيفت. عشان كده لما اتكلمنا من شويه قلنا السلايدنج اي اف ميزته ان هو بيستخدم ديفايدر عشان بيطلع اي كيو مظبوطين، عشان الفيس شيفت ده مشكلته في ايه بقى؟ هيترجم لي ايه في الاخر؟ ان انا ما عنديش ايمج ريجكشن كويس. انا كده بعمل ايمج ريجكشن، بشيل الايمج ايا كان بقى، بشيلها ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال، بس بشيلها. حلو؟ فبالتالي في الاخر انا لو عندي اي inaccuracy في ال 90 درجه دي، او الفيس شيفت الداخله جوه هنا، او الامبلتيود نفسها مش قد بعض، ده كله بياثر عليا في الايه؟ في الايمج ريجكشن، ان انا ما بعرفش اشيل الايمج بجد. اوكي؟ ديفايدر هنا؟ ديفايدر هنا؟ طيب اسالك سؤال صغير، الديفايدر ده بيديفايد ايه؟ فريكونسي. انا السيجنال بتاعتي فريكونسي؟ بس انا عايز اقصيها على الكيو. ما انا احطها في ال او ماشي، بس احطها في السيجنال بس. السيجنال دي راندم داتا. داتا ما اعرفش ايه هي. طيب ده بنسميه هارتلي ريسيفر او سوري. ثانية. ده بنسميه هارتلي اركتشر. اوكي؟ اوكي؟ في مشكله في هارتلي اركتشر ده، يبقى هو عباره عن ايه؟ كومبلكس ميكسر عادي، اي او كيو ميكسر، بنحط وراه ايه؟ 90 درجه في الشيفت ونجمع. يبقى احنا بنجمع الاي او كيو مش عشان نحاول نستعمل كومبلكس سيجنال علشان نشيل الايمج. اوكي؟ اوكي؟ بس هنا في الاخر السيجنال هنا اللي طالع لي هنا نوعها ايه؟ كومبلكس سيجنال برضه، اقدر استعملها كواير واحد؟ لا، هي اصلا عشان مجموعه مرفوعه على اي اف مفيش مشكله. فاهمين المشكله؟ يعني لما ترجع للدي سي لا لازم يبقوا طرفين منفصلين اي وكيو. حاجه زي كده بالظبط. طيب انا بنيجي نعمل ايه بقى؟ طب يعني ايه الدماغ دي؟ يعني انت ليه تروح تجمعهم وتفصلهم تاني؟ مالهاش معنى، صح؟ هي ليها معنى واحد بس، ان ده لو اي اف، صح؟ لو اي اف الفريكونسيز هنا عامله ايه؟ قليله. انا اتفقت معاكم ده مثلا 10 ميجا،
هنخلي الاي اف 20 ميجا مثلا، فالسيجنال هنا كلها على بعضها مثلا ممكن 30 ميجا بانس، فبدخل ده سيجنال واحده كده على الاي دي سي. اي دي سي بسيط، اي دي سي سيجنال واحده بس هي ليها كارير، الكارير ده صغير. الميزه الكارير الصغير ده هو صغير انف للاي دي سي عشان ما يبقاش باور هانجري اي دي سي، وكبير انف ان انا اكبر من الايه؟ اكبر من الفليكر. رحت مدخله على الاي دي سي، وبعد كده الاي دي سي ده بقى في الديجيتال هنا في الدي اس بي بتاعي باخده بفصلهم تاني جوه الدي اس بي وايز بقى، واطلع الاي واعمل له اصلا وبعمل له ميكسنج بس في الديجيتال. ده كله في الديجيتال بقى. اوكي؟ فانت كانك بتعمل كده تاني بس بتعملها فين؟ في الديجيتال. كار اف وايز لا خلاص انت خلصت هنا. انت طلعت من التشيب بين واحده اسمها اي اف بين اوتبوت اي اف اللي هي الايه؟ دي. فاهم قصدي؟ طب لو دخل ساين ماشي صح؟ ما بص اقول لك، احنا دايما في دراستنا بندرس ايه، كوزين يا ساين، بس الحقيقه لا كوزين ولا ساين، حاجه في النص ما بينهم صح؟ مش تطلع كومبوننتس ثانيه، هتطلع ان الفيس شيفتس هتختلف شويه بس. يعني ايه؟ يعني انا فارض ان انت تطلع لك هنا كوزين وهنا ساين، لا هيطلع لك كوزين وساين هنا وكوزين وساين هنا، يعني الدنيا روتيتد. وقتها لازم تروتيت دول، ما تدخلش هنا كوزين وساين، يعني انت لو دخل لك كوزين بلس دلتا فاي اوميجا ار اف بلس دلتا فاي، لازم دي تكون كوزين اوميجا ال او بلس دلتا فاي، ودي تبقى ساين اوميجا او بلس دلتا فاي، يعني تروتيت دي معاها. انت فاهم قصدي؟ لازم، عشان كده خدتوا حاجه اسمها كوستاس لوب صح؟ كوستاس لوب ما خدتهاش في الكوميونيكيشن؟ خدتوها؟ اخدتوها، ممكن يكون اخر توبيك مثلا في ما اعرفش في ايه مثلا، ف ما خدتهاش بجد؟ هي كوستس لوب دي عباره عن ايه؟ لوب، هي شبه دي بالظبط، درست الشكل ده بالظبط في الكوميونيكيشن المفروض يعني، واخد ده عمل له حاجه فيس استراكشن معين وعنده فيس او هنا بفيدباك كده عشان يعمل يظبط فرق الفيزز دي. اخدتوها. طيب خلاص فهمنا الهارتلي اركتشر بتاع الايمج ريجكشن، وده بيستخدم دايما في اللو ايه اي اف. حلو. طيب في 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 طريقه ثانيه، او قبل ما نكمل، ال 90 درجه في الشيفت ده بنمبلمنته ازاي؟ اسهل طريقه نمبلمنت بيها 90 درجه في الشيفت ايه؟ ار سي. جميل جدا. ار سي كده بس واحد اي بس واحد لو بس. طيب ليه بقى اسهل حاجه؟ يعني ده لو داخل لي هنا مثلا اي وكيو، هنا هيطلع لي الاي والكيو جداد مثلا برايم، ودول 90 درجه في الشيفت فرق عنهم زياده. يعني انا في الاخر هنا عايز 90 درجه، لو اديت هنا 45 وهنا مثلا 45 يحصل حاجه؟ اي المهم في الاخر هو الفي شيفت ده ايه؟ ريليتيف ما بين نقطتين. اوكي؟ فانا عملت حاجه زي كده. فلو جينا بصينا على الترانسفير فانكشن بتاعت حاجه زي الشبه زي دي، هنلاقي هي عباره عن ايه؟ لو باس وايه؟ هاي باس. طب فين ال 90 درجه في الشيفت؟ عند كاتوف بالظبط 90 درجه في الشيفت؟ لا 45 ماشي عند كاتوف بس؟ لا هو كله، انت لو جيت بصيت ده كماجنتيود، ده الماجنتيود. كفيز بقى هنلاقي ده واحد عامل كده وواحد عامل كده. دايما الفرق ما بينهم ايه؟ هنعمل فرق ما بينهم 90 درجه دايما. فده ميزه الهاي باس واللو باس سيكشنز، دول دايما الاب بتاعهم فرق 90 ايه؟ درجه في شيفت. يبقى اقدر استخدمه؟ بالظبط انا اقدر استخدمه اه، بس كان في حاجه ثانيه قلنا مهمه قوي، احنا عايزين 90 درجه وعايزين تكون الامبليتيود ايه؟ قد بعضها. فانا هنا امتى الامبليتيود تبقى قد بعضها؟ هنا بس عند الاف سي ده اللي هو عباره عن 1 على 2 باي ار سي. هنا فرض الار دي هي الار دي والسي دي هي السي دي. حلو؟ معايا؟ في مشكله في الكلام ده؟ ف
ده سوليوشن ممكن نعمله، بس ده فيري نارو باند ايه سوليوشن. طبعا لو عايزين نعمل حاجه احسن من كده ممكن نحط بقى سيكشنز، ده بنسميه ابسط 90 درجه في الشفتر عندنا اللي هو لو باس هاي باس سيكشن. ممكن نعمل حاجه اسمها بقى بولي فيس فلترز، بتبقى عباره عن سيكشنز كتير من دي محطوطه بشكل معين، كونفيجريشن معين من بعضها، بتوايد الحته دي، يعني الحته اللي فيها الامبليتود فيها ثابت قد بعضه بتخليها اكبر شويه، فيخليني يبقى مور وايد باند شويه. طب ايه مشكلته عن ان هو نارو باند قوي؟ في مشكله ثانيه ايه؟ لوسز. النقطه دي فرق فيها لوسز قد ايه؟ 3 دي بي. يعني انا غير ان انا هعرف استخدمه، بس مشكلته ان هو هيقلل السيجنال 3 دي بي. لو انا استخدمت منه سكشن كتير عشان اوايد الحته دي هلاقي بدل 3 دي بي بقى 9 دي بي لوسز. فاهمين قصدي؟ ففي حاجه اسمها بولي فيس فلترز، هي البيزك كونسيبت بتاعها هو ده. حلو؟ بس مشكلته اللوسز عامه، مشكلته اللوسز. اوكي؟ طب لو انا عندي وايد باند سيجنال شويه، طب الاول بمفهومنا حاليا في اللو اي اف، هل ده ممكن يبقى كافي ان انا استخدمه؟ صح؟ ليه؟ انا عايز استخدمه السيجنالز الباند بتاعتها ايه؟ صغيره ولو اي اف. فده بيقول ان انا هعرف استخدمه في الباند الصغيره واللو اي اف، مفيش مشكله يعني. فاهمين قصدي؟ طيب في حاجه اسمها ويفر اركتشر، شبه قوي ده، بس باجي اقول انا ايه، انا 90 درجه في الشفتر ده صعب عليا مش عارف اعمله، فاجي اعمله بايه، بحاجه شبهه كده، بس ايه، بس بدل ما انا هشيل هنا ماشي عشان بس ما نرسمش تاني، بدل ما ادي 90 درجه في الشفت كده اروح مدي هنا. هو الالم كلها باظت ولا ايه؟ لا لا احمد، هدي هنا كده ميكسنج ستيج ثانية وميكسنج ستيج ثانية هنا كده ماشي، بحيث ان اللي فوق ده يبقى كوزاين كوزاين وهنا ساين ساين. ده طبعا لو ايه، لو سوبر هيت ديزاين يعني بنزل على كذا ايه ستيج بينفعني في كده، وبنزل مره على مره. ولو انت جيت مشيت بيها برده بنفس اللي احنا عملناه ده هتلاقي في الاخر الايمج لما تيجي تبص على الاي كيو هنا هتلاقي الايمج ايه اتشالت. طب انا كان ممكن اعمل ايه؟ كان ممكن اصلا اشيل ده خالص وادخل بده على الاي دي سي، وادخل ده على الاي دي سي واعمل في الدش الايه 90 درجه في الشيفت، ولا اعمل حتى الميكسنج ده وخلاص. صح، ممكن اعمل كده، بس مشكلته ايه؟ ان انا هستعمل ايه، تو 2 ال اوز، او يبقى عندي، لا مش 2 ال اوز يعني، كده كده هنعمل الستيج دي في الديجيتال، هستخدم 2 اي دي سيز. صح، هستخدم 2 اي دي سيز. ما انا لو هاخد ده لوحده ديجيتال في الديجيتال، واخد ده بعد كده لوحده في الديجيتال، يبقى انا محتاج 2 اي دي سيز معايا، بس بنعملها برضه عادي. ده بنسميه ويفر اركتشر. اوكي، ده بنسميه يعني الشكل ده بنسميه ويفر. لا يعني هو فكره ان انا عندي تو ميكسنج ستيجز، بس فكره دي بقى ان كان بقى انا ممكن اعملها في ديجيتال ولا اعملها في الانالوج دي حاجه ثانيه، بس هو اللي هو اللي هو ده كوزاين كوزاين ساين ساين، وخدت الاي او كيو كده، ده ممكن ايه، ده بيسميه ويفر اركتشر. وممكن وقتها اصلا ادخل ده يعني بيتعمل كده يعني، فاهم قصدي؟ بصوا بيفتحوا رزفي، يبقوا بصوا على الشابتر ده، شابتر 4 في رزفي، هتلاقوه مكتوب كويس جدا يعني، فاهمين؟ يبقى بصوا عليه يعني هتلاقوا فيه معلومات بزياده شويه بقى. اوكي، المفروض بعد المحاضره تبقوا يعني تعرفوا تقروا شويه فيه، مش هتلاقوه فيه صعب ولا حاجه. طيب في اخر بس نقطه كنا عايزين نتكلم عنها، نقطه الايمج ريجكشن بقى. احنا اتفقنا ان لو رجعنا للاركتشر اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، لو في 90 درجه في الشيفت هنا، ده اللي هو هارتلي اركتشر. اوكي، مشكلته ايه؟ يعني لو عندي 90 درجه دي مش 90 قوي، عندي امبليتيود ميس ماتش هنا، اوكي، هيحصل لي ايه؟ الايمج مش هتبقى ريجكتد قوي. حلو، فانت ممكن نقعد نمشي وراها بالايكويشنز، في الاخر هتطلع حاجه اسمها ايمج ريجكشن، يعني ايكويشن عباره عن ايه بقى؟ قيمتها
هي ليه اختصار بس انا عايز اكتبها لكم. يعني بص انت ممكن تمشي وراها بالايكويشن. بصوا هي شكلها حاجه عامله كده معايا. لو عندي الدلتا سيتا الدلتا سيتا ده الدلتا سيتا دي اللي هي فرق الفيز، يعني دلتا سيتا ده الفيز مس ماتش، والابسون دي هي الامبليتيود مس ماتش. اوكي، يعني فهي في الاخر ممكن اكتب حاجه زي كده. لو عندي الدلتا سيتا بصفر يعني ما فيش اي فيز مس ماتش بس عندي ابسون، هلاقي عندي ايمج ريكشن ريشيو. في الاخر ايمج ريكشن ريشيو دي المفروض تبقى بكام؟ ايدلي انفينيتي. في الاخر كل ما الرقم في الاخر لما الرقم الدومينيتور ده ما يبقاش قرب الصفر، لما يبقى اعلى من الصفر هيبقى ايه؟ هتبقى مشكله صح؟ امتى يبقى اعلى من الصفر؟ لو امتى يبقى صفر اصلا؟ لو دلتا سيتا دي بايه؟ بصفر والابسون دي بصفر. فاهمين قصدي؟ في يعني ايكويشن تقريبيه ليها اللي هي عباره عن 4 على ايبسون سكوير بلس دلتا سيتا سكوير. فده بيجي يقول لك ان هو في الاخر هو قد ايه امبليت مس ماتش وقد ايه فيز مس ماتش. اوكي، مين فيهم اهم؟ الاثنين مهمين صح؟ الاثنين مهمين. هل الايكويشن دي بتقول ان الامبليت اهم من الفيز؟ طيب لو انا عندي فيز مس ماتش ب 1 ديجري وعندي امبليت مس ماتش ب 1%، مين اوحش؟ one degree و 1% مين اوحش ولا الاثنين زي بعض؟ انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين سؤالي؟ يعني الايكويشن دي بتقول الايمج ريجكشن معتمده على الاثنين، الاثنين المفروض يبقى صفر. بس لو مين فيهم الاهم؟ يعني انا لو انا بديزاين الفيز شيفتر واضطريت اضحي بواحد عن الثاني، اضحي بواحد عن الثاني ازاي؟ ليه بقى؟ بالظبط ال 1 ديجري بالنسبه لمين؟ لل 360. يعني كبرسنتج وايز هي 1 على 360، يعني هي بوينت اقل من 0.3%، فاكيد دي احسن من ال 1%. فما حدش يجي يقارن، فانت تلاقي في الاخر ال 1 ديجري دي ال 1% قصدي هيقابلها 3.6%. يعني الايفكت بتاع 3.6% زي الايفكت بتاع ال 1% في الامبليتيود فاريشن او مس ماتش. يعني معايا في الحته دي؟ ما لا ما ده عشان بقول كده، ده برسنتج دلتا سيتا برسنتج وابسون برسنتج، ما تتبقاش بالديجريز يعني. ممكن تمشي كده في البروف بتاع ده كده، تبص عليه في الرزفي، اتفرج عليه يعني، وممكن تحاول تعمله بايديك يعني. هو عامه في حاجه بس عايز اقولها قبل ما نخلص النهارده. الماده انتوا عارفين السنه دي او بدايه من السنه دي بالنسبه يعني انتوا بالنسبه لكم مش فارقه كتير، بس انتوا اعمال السنه قد ايه؟ 60% صح؟ يعني اللي قبليكم دفعات اللي قبليكم كان دايما عمل سنه خيرها ايه؟ 30%. فعشان كده الكورس ورك السنه دي هي مختلف كتير عن الايه؟ عن اللي قبل كده، وحتى الامتحان ممكن يبقى مختلف، هيبقى اصغر شويه. اوكي؟ فالكورس ورك المره دي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى في الاغلب اساينمنتس معظمها، يعني احنا كنا دايما بننزل شيتس تتحل مسائل بس، وممكن شيت واحد بس بتعمل حاجه على السيميوليشن. حاليا لا، هيبقى كل شيت هيبقى فيه ايه؟ في حاجات تتعمل كاساينمنت، يعني في الاخر هنعمل كنا عندنا بيج بروجكت وهنقسمه على 3 4 اساينمنتس، بحيث ان انت كل ما تعمل الحاجه يبقى كانك بتعمل حاجه فور ذا ايه بيج بروجكت. يعني في الاخر خالص بيبقى تجميع، يعني معنى اصح مش هتعمله كله في الاخر. اوكي، البروجكت ده عباره عن ايه؟ ان احنا نعمل لو انرجي بلوتوث.
لو انرجي بلوتوث سيستم. يعني هنبتدي ازاي؟ احنا المفروض ان احنا اخدنا حتى الان فهمنا الاركتشرز صح، وفهمنا النويز اناليسيس واللينيرتي اناليسيس وكاسكيدد نويز وكاسكيدد ايه لينيرتي صح. فنقدر نعمل سيستم اناليسيس فاول حاجه المطلوب مننا احنا الكلام ده ممكن نخلي باشمهندس اسامه ينزله كوورد فايل يعني يكون مشروح بالظبط نعمل ايه. بس انا بقول لكم مبدئيا كده ان احنا هنبقى عايزين ندور ايه هو اللون انرجي بلوتوث ده، الستاندرد ده عباره عن ايه، شغال عند فريكوانسيز عامله ازاي، السنسيفز المطلوبه منه عامله ازاي. يعني نحاول نجيب كده الدوكيمنت اللي بتتكلم عليه ونفهمها حلو، ونعمل نحاول نعمل له نحط سيستم زي ريسيفر كده بتاعنا، ونحاول نعمل له بادجت لينيرتي بادجت ونويز بادجت بيزد على النويز واللينيرتي ريكويرمنت اللي احنا نطلعها من السيستم نفسه. يعني احنا في الاخر السيستم نفسه في الاخر لما نعمل هو في الاخر اكيد اي 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 سبيكس هيجي يقول لي انا عايز سنسيفتي بكذا، انا عايز استقبل سيجنال بنيجاتيف 90 دي بي دي بي ام اوكي، وانا الموديليشن فورمات بتاعي كذا، فالموديليشن فورمات بتاعي ده هطلع منه الاس ان ار اللي انا عايزها حلو. فالاس ان ار اللي هطلعها اللي انا عايزها دي هطلع منها في الاخر النويز فيجر انا عايزه في الريسيفر، فانا عرفت النويز فيجر التوتال واقدر اعرف الاي بي 3 توتال. برضو الكلام ده ممكن نخلي يعني في سيكشن اكتر نركز عليه حلو، ونحاول نعمل اناليسز للسيستم هيبقى مبني على معلومات الكاسكيدد نويز اللي احنا عملناها وكاسكيدد لينيرتي اللي احنا عملناها اوكي. في انا بس بديكوا هنت احنا ايه، فاللي عايز يبتدي يقرا كده شويه ايه هو اللو انرجي بلوتوث ممكن بس يفتح يبص عليه اوكي. طيب حاجه بس قبل ما نخلص النهارده بالنسبه للترانسميتر اركتشرز في الاغلب ما بنتكلمش عنها كتير لسبب واحد، ايه هو؟ هي بالظبط اللي احنا بنقوله ده بس في معكوس، يعني في كل اللي احنا قلنا عليه ده بس ايه معكوس، واخره بيبقى بي ايه بيطلع الباور السيجنال بتاعتي وبس. بنهتم اكتر شويه باللينياريتي في الايه في الترانسميتر سايد يعني. فالحاجات اللي بتبقى مهمه شويه في الترانسميتر عن الكلام اللي احنا قلناه من شويه اللي هي بقى الايه مشاكله شويه، ايه زي مشاكله شويه، في حاجه اسمها ال او بولينج، تسمعوا عن البولينج كلمه بولينج بالظبط. يعني احنا قلنا في دايركت كونفرجن ريسيفر صح، في دايركت كونفرجن ايه ترانسميترز. ايه دايركت كونفرجن ترانسميترز دي؟ اللي هو لو عندي اللي انتنا كده عندي بي ايه في الاخر حلو، هيبقى عندي هنا في الاخر ميكسر وسيجنال دي جايه لي هنا، السيجنال جايه لي دي سي عند دي سي حوالين دي سي، برفعها بال او هنا معين يعني ده ال او، وفي الاخر بعمل ترانسميشن بيها حلو. ده اسمه دايركت كونفرجن، ده زي بالظبط اللي احنا عملناه بس بالايه؟ مع العكس معكوسه صح؟ طيب مشكلة حاجة زي كده ايه بقى؟ ان الباور دي احنا هناك كانت مشكلتنا ايه؟ ان ال ال او فاكرين الشيب اللي رسمناها ان ال او قيمته اعلى كتير من الايه؟ قيمة السيجنال اللي جاية بال ان ايه؟ فبتليك على ال ان ايه؟ هنا هيبقى يحصل عكس، ان الباور اللي طالعة من ال او قصدي بال بي ايه سوري كبيرة جدا، هتليك على الايه؟ هتليك هنا حلو؟ فده بيعمل حاجه اسمها فريكوانسي بولينج. ايه الفريكوانسي بولينج بقى ده اصلا؟ يعني كمعلومه ليكم يعني شويه، لو افترضنا ان انا عندي ده، لو بفترض ان عندي الاوسيليتور مبني على الشيب بتاعي، الاوسيليتور اللي انا بطلع بيه ال او حلو؟ الاوسيليتور ده عباره عن ايه؟ عامة عباره عن ال او سي ماشي، ال او سي اللي هو عباره عن ايه يعني في الاخر؟ نكتب ريزنس اللي هو عباره عن ايه بقى برضو؟ بص فيدباك ماشي اوكي، انا عندي فيدباك، عندي حاجه كده وفيدباك ببيتا عليها بطريقه بوستيف صح؟ انا رسام وحش بس معلش، وعندي هنا جين ايه؟ عندي بوستيف فيدباك صح؟ انا عايز اخلي ده اوسيليتور فبخلي البيتا دي نوعها ايه؟ مش نيجاتيف لا، بتسلكت فريكونس معين، بتخلي البوستيف فيدباك ده شغال عند فريكونس واحد. لو انا البيتا دي كانت وايد باند ده كان هيبقى ايه؟ مش هيبقى ليه لازمه، هيبقى حاجه بتلاتش كده يبقى يطلع 1 يا صفر. بس انا بخلي البيتا دي بتعمل فريكونسي سيلكشن وبعمل بوست فيدباك صح؟ ف بطلع اوسيليشن. طب الاوسيليشن فريكونسي هنا معتمد على مين اصلا؟
على البوست فيدباك ده صح؟ الكونديشن اللي هو ايه بقى؟ والفيز توتالي ب 360 الف وارجع الاقي 360 صح؟ ويبقى عندي جين. تخيل كده ان انا ده الاوسيتر بتاعي، ده الاوسيتر بتاعي، وكان عندي سام هاو بي اي يعني دي انتنا وعندي بي اي هنا في حته ما، فالسيجنال راحت ورجعت ودخلت لي هنا. يعني ده اللي حصل الايه؟ الفيدباك اللي حصل يعني. فهتخلي البيتا افكتفلي بكام؟ هل هي هي ولا مختلفه؟ انا عندي بقى الفيدباك بدل ما ده بس بقى في عندي فيدباك تاني غريب. الفيدباك ده ما اعرفوش هيعمل ايه في الفريكونسي؟ هيغيره. فده فمشكله البولينج ايه هو؟ ان انا ان اكني الباور امبليفاير الموجود ده بيرجع لي سيجنال تانيه من باس غريب تاني بيخلي الفريكونسي يتغير. بيغير البيتا نتورك الفيدباك نتورك. حلو؟ معايا؟ فمحدش يجي يقول يا عم ده نفس السيجنال هي هي، مش هيحصل حاجه، لا مفيش حاجه اسمها كده. هيحصل ان انت اكنك ان انت الاوسيتور بتاعك بيتغير. طيب ايه حل المشكله زي كده؟ ايه؟ ماشي ماشي اوكي، ممكن نعمل حاجه ثانيه، ممكن نعمل ايه؟ نخلي ال او ده بدل ما هو شغال على نفس الفريكونسي نشغله يا اما على النص يا اما على الدبل. يعني ايه؟ يا اما احط هنا ملتي بلاير باي 2 2 اكس وادخل هنا ال او على 2 معنى صح؟ او اخلي ده ديفايدر وادخل هنا 2 ال او صح؟ على حسب انا اقدر اعمل مين اسهل، على حسب الفريكونسي رينج بتاعي. او حاجه ثانيه، او اخلي البيتا نتورك دي ايه؟ قويه جدا بحيث ان اي فيدباك تاني جنبها يبقى ضعيف قوي بالنسبه لها ما يغيرليش الفريكونسي. طب البيتا تبقى قويه امتى؟ لما السلكشن بتاعها يبقى ايه؟ قوي قوي. ايه اللي اقوى حاجه عندنا بتسلكت اصلا؟ ال سي. ما هو اون تشيب ال سي صح، بس هو لو افترضنا مش اون تشيب الكريستال صح؟ هي دي مس الكريستال قوي، ان هي الكريستال مهما لو افترضنا ان انا هشتغل عند كريستال بكريستال فريكونسي قدرت اشتغل بيها مش هيحصل لها بولينج قوي. عشان ايه؟ عشان هي فيري سيلكتيف، ما عشان نقدر نغيرها، هي بتشتغل عند فريكونسي واحد بس الموضوع انتهى. المهم يعني اللي انا قصدي عليه ان انت في الاخر دي اكبر مشكله من مشاكل الايه؟ الدايركت كونفرجن ترانسميترز، ان هو بيحصل بولينج من البي اي للايه؟ للال او، بيقعد يشده بيقعد يخليه ما يثبتش عند الفريكونسي بتاعه. ماشي؟ طبعا في مشاكل لينيرتي في البي ايز صح؟ وفي مشاكل ميكس الهارمونكس بتاعتي. ليه الهارمونكس مهمه في البي ايز او في سوري في التي في التي اكس يعني؟ عشان وانا بضرب كده لو افترض انا هنا كل ده بنفترض احنا بنضرب في كوزاين وساين صح؟ الكوزاين وساين دي عباره عن تون واحده عند اوميجا ال او صح؟ لو افترضنا ان انا اصلا عندي لان لينير عندي هنا بدل هي كوزاين وساين عندي سكور ويف، فانا بضرب عند اوميجا ال او بضرب عند 3 اوميجا او بضرب عند ايه؟ 5 اوميجا ال او صح؟ بقعد بضرب في فريكونسيز كتير، فيحصل الباور هتطلع هنا تطلع لي عند اوميجا ار اف بس؟ لا هتطلع لي عند فيرجنز ثانيه كتير. ده نتيجه السبيرز بتاعت او الهارمونكس بتاعت ال او. حلو؟ طيب لو البي اي نفسه اللينيرتي بتاعته وحشه هتعملي نفس المشاكل بس هتبقى مختلفه شويه عن بتاعت الايه؟ اللينيرتي بتاعت الميكسر. اوكي؟ في اي سؤال في الكلام ده؟ طيب تمام خلاص، شكرا شانسين.